دكتور عبد الناصر، أنت تقدم كلمة أم أن أبدأ؟ أنا هفتتح، أنا أفتتح وأترك المجال للدكتور أحمد يوسف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الثقافية والنقدية من ليالي صالون عبد الناصر هلال. في هذه الليلة تتواصل الرؤى النقدية المنهجية العميقة في ظل التناوش بين الخطاب النقدي والخطاب الإبداعي. معنا في هذه الليلة فارس يجمع صوت دكتور عبد الناصر، صوت دكتور عبد الله. انت اغلقت علي يا دكتور عبد الله لا ولا ايه؟ لا لا والله لم اغلق لم اضغط، تفضل. لم اغلق. طيب، فمعنا في هذه الليلة الكريمة الناقد الذي كما قلت يجمع بين الحسنيين، حسن علم اللغة والخطاب النقدي، ويجاور بين الخطابين، وهو أيضا يجمع أحباءه ويجمع الباحثين والنقاد، وهو صاحب أكبر مكتبة يقدم للباحثين سندا علميا كبيرا من خلال موقعه المعروف، وأيضا أستاذ أكاديمي رصين يمارس حياته المنهجية وحياته العلمية بكل وعي وتفوق، ودائما ننظر إليه للإفادة منه. معنا في هذه الليلة الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي في لقاء حول النص والخطاب، محاولة في قراءة العلامات. وقيض لهذه الندوة أيضا أن يجتمع معها فارس. صوت الدكتور، صوت الدكتور عبد الناصر. ربما الإنترنت لدى الدكتور، نعم، شو ضعف. أنا يعني أنا طبعا يعني هنهي كلمتي علشان حتى لو انقطع من عندي يواصل. فكما قلت نرحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد ربيع الغامدي، وقيض لإدارة هذه الندوة عالم كبير في مجال علم السيميائيات ومتخصص في فلسفة العلامة كذلك، فسيكون اللقاء عميقا من الوجهتين، من الضيف ومقدم الضيف، وهو الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، الأستاذ بجامعة السلطان قابوس بمسقط، وهو أيضا إن شاء الله نتمنى منه أن يحب. صوت الدكتور، صوت الدكتور يبدو من النت ضعف الإشارة، يبدو. أترك الدكتور أحمد حتى انقطع مرة ثانية يتواصل الدكتور أحمد. تفضل سيدي الكريم ومرحبا بك ضيفا كريما. تفضل الدكتور محمد. الدكتور أحمد. شكرا دكتور عبد الناصر هلال على هذا التقديم الطيب، وأنا بدوري يطيب لي في هذا المقام العلمي الكبير نشكر لقانون الدكتور عبد الناصر هلال الثقافي الذي أتاح لنا فرصة اللقاء بالأستاذ الدكتور محمد سعيد الغامدي وبالحضور الكريم. وقد قدم الدكتور عبد الناصر الضيف الكريم، وهو أكاديمي مرموق وأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية،
ولا يخفى على المتتبعين بأن الدكتور محمد له العديد من البحوث العلمية والمؤلفات الرصينة التي أغلبها في مجال الدراسات اللغوية، وهو مجال تخصصه، كما أن له كما أشار الدكتور عبد الناصر إسهامات في المجال النقدي والثقافي العام، وله حضور لافت في الحراك العلمي والثقافي بما يقدمه من محاضرات متخصصة وذات أفاق جديدة من حيث الطرح والمنهجية والنقد. والدكتور محمد كما عرفته واستمعت إلى بعض محاضراته، هو من ذلك الصنف من الأكاديميين الذين يجددون معارفهم وطرائقهم المنهجية في مجال الموضوعات التي جعلتها السرديات العامة والخاصة على السواء من اليقينيات التي لا يمتد إليها الشك المنهجي على حسب منطق ديكارت أو الدحض العلمي كما هو عند كارل بوبر. وسيرته العلمية شاهدة على ذلك. وإذا سمح لي الحضور الكريم أن من يعرف الدكتور محمد سعيد، وأنا لم يتح لي إلا لقاء أعتقد في سنة 2012 بجامعة السلطان قابوس، أن هذا الأكاديمي يثير الالتفات عندما استمع إليه بطرحه المختلف، وهذا ما نتوقعه منه في هذه المحاضرة التي عنونها بالنص والخطاب، وهي قراءة في العلامات. وهذا الذي شجعني بأن أتشرف بإدارة هذا اللقاء الذي نتوقع أن يكون ثرياً ومفيداً. لا أريد أن أسبق الدكتور محمد سعيد في محتوى هذه المحاضرة التي ستدور حول النصوص الفردية والخطابات الجمعية التي يمكن في نظره أن يقرأها انطلاقاً من النصوص الفردية التي أحياناً لا تكون نصوص مباشرة وأحياناً تكون نصوص تخيلية في التعبير عن المفاهيم. وهذه في نظره تحتاج إلى آلية جديدة، وهذه الآلية كما هي قراءة العلامات والأيقونات ليسبر هذه النصوص وينفذ إلى المفاهيم التي أنتجت هذه الخطابات الجمعية. لا أريد أن أطيل، وأتيح الكلمة للدكتور محمد سعيد الغامدي أن يلقي محاضرته، وبعدها سندخل في نقاش، وهذا النقاش أنا أريد من الحضور الكريم أن نتيح لبعضنا البعض الفرصة بأننا لا نطيل في التعقيب، وإذا كان عندنا أسئلة مباشرة نقدمها. وأطلب أيضا من الحضور المتدخل كل واحد يعرف بنفسه حتى يعرفه الحضور، وهكذا نتمنى أن يكون هذا اللقاء لقاء مثمرا في ظل صالون الدكتور عبد الناصر. والسلام عليكم ورحمة الله، وإليك الكلمة دكتور محمد. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء جميعا. أشكر من القلب الصديق الحميم والزميل سعادة الأستاذ الدكتور عبد الناصر الهلال على هذه الدعوة الكريمة، وأشكره أيضا على ما يقوم به من خدمة للعلم والثقافة من خلال أعماله ومشاريعه العلمية، ومن خلال هذا الصالون الثقافي الذي أصبح بحق وبلا مجاملة
أيقونة في المشهد الثقافي العربي. أشكر أيضاً الصديق الأثير والباحث والأستاذ القدير سعادة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف على تشريفه لي برئاسة هذه الجلسة العلمية. أشكر أيضاً للحاضرين حضورهم، وأرجو أن يجدوا فيما عنوا لأجله أنفسهم ومنحونا له وقتهم ما يستحق، وأرجو كذلك أن يتفضلوا علي بإضافاتهم وتعقيباتهم التي أحتاج إليها، ولن تكتمل أفكار هذه المحاضرة إلا بها. العنوان أيتها السيدات أيها السادة، كما هو معلن، النص والخطاب، محاولة في قراءة العلامات. لن أبدأ الآن بالحديث عن العنوان وعن المفاهيم المتضمنة فيه كما هو المفترض، بل سأشرع في الطلب من حضراتكم جميعاً التكرم بتوجيه أنظاركم إلى هذه الصورة المعروضة أمامكم. سأبدأ بهذه الصورة وأرجو أن تكون واضحة للجميع. هل هي واضحة؟ أعتقد أنها واضحة وظاهرة في شاشاتي. نعم، واضحة. وجوالاتكم صحيح؟ أحببت بس أتأكد من الدكتور عبد الله اللوحة هذه. نعم واضحة. واضحة دكتور. جميل جدا. إذا نظرنا إلى هذه اللوحة وتأملنا فيها، هذه صورة للوحة دعائية لماركة سجائر تبغ تسمى سلك كت. كما ترون أيها السادة أيها السيدات، هذه اللوحة تخلو من اسم الماركة كتابة، ولا يدل على أنها لوحة دعائية للسجائر غير عبارة التحذير الحكومية المعروفة التي كتبت أسفل الصورة بخط صغير. الحقيقة إذا نظر الإنسان إلى هذه اللوحة سيتضح له أن هناك مناسبة واضحة لا تخفى ربما بين كلمة سلك بالإنجليزية وهذه الصورة لقطعة من القماش السلك أو الحرير المتموج الرقراق، وبين كلمة كت سلك كت، القطع الذي حدث لقطعة القماش كما هو واضح، وكأنها قطعت بشفرة موسى. ما دام معنى العبارة الإنجليزية التي تكون الاسم هو قطع السلك أو السلك وقد قطع، بمعنى السلك المقطوع، كلا المعنيين وارد، لأن كلمة كت في الإنجليزية من الأفعال الشاذة تأتي كاسم مفعول، السلك كت كأنه سلك وقد قطع، أو قطع السلك، كلا المعنيين وارد. هذه قراءة أعتقد أنها دلالات يمكن أن تكون هي القراءة الظاهرة التي ربما يصل إليها كل من شاهد الصورة وعرف الاسم وربط بين اسم الماركة المعلن عنها بهذه الصورة. وأيضا ربما يتبادر إلى الذهن أن هذه الدلالة هي التي عول المعلن على بدهيتها لترويج السلعة باعتبار أنها سلك كت والدخان واسمه سلك كت. هذه القراءة الظاهرة تزعزعها رواية لديفيد لودج واسمها نايس ورك، تزعزع هذه القراءة الظاهرة البسيطة على لسان إحدى شخصيات الرواية،
وهي امرأة اسمها روبي في حوار مع رجل اسمه في الرواية فيك. روبين هذه باشرت اللوحة بقراءة رأسية تظهر أن القماش الحريري المتموج الرقراق كثير التعطفات هذا الذي ترونه أمامكم إنما يرمز إلى جسد المرأة، وأن القطع الإهليجي فيه إنما يرمز إلى الأعضاء الأنثوية بصورة يبدو فيها الكثير من الشهوانية والسادية والنزوع إلى اختراق جسد الأنثى وتشويهه والتلذذ بذلك. وهذا الأمر كما ترى روبن إنما هو صورة طفحت وظهرت على السطح لما يستقر في أعماق العقل الجمعي لمجتمع بطريركي ذكوري يميل في أعماقه إلى السيطرة على المرأة وتشويه جسدها واختراقها. طبعا ينزعج الرجل. دكتور عبد الله، طبعا ينزعج الرجل الذي يتحدث مع المرأة في الرواية واسمه كما قلت فيك من هذا التحليل البعيد المتكلف ويسألها كيف أمكنها أن ترى هذا كله في صورة لقطعة قماش، فترد عليه هي إذن قل لي لما اختيرت قطعة قماش لإعلان سجائر. يقول فيك بكل بساطة لأن الاسم هكذا، إنها صورة الاسم لا أقل ولا أكثر. قالت روبين حسنا، لو اختير خيط واسمه أيضا سلك، فكلمة سلك أيضا تطلق على سلك الحرير أو سلك الخيط مثل ما نسمي القماش تماما. تقول حسنا، لو اختير خيط وقطع من منتصفه فيصير قطعتين، هل سيؤدي ذلك نفس الغرض في الإعلان؟ قال ذيك نعم ولم لا. قالت روبين لأنه كان سيبدو عضوا لا يخص الأنثى وقد قطع، هذا هو السبب. انتزع فيك ضحكة يخفي بها حرجه الشديد ثم تساءل بانزعاج طبعا، لماذا تبحثون عن معان مخفاة؟ لما لا تأخذون الأمور بدلالاتها الظاهرة؟ السجائر هي سجائر وقطعة القماش هي قطعة القماش، لماذا لا تبقون الأمور عند هذا الحد؟ قالت روبين ببساطة لأن الشيء إذا مثل بعلامة فلا شك أنه بحاجة إلى معان إضافية، العلامات ليست بريئة أبدا. وأضافت قل لي باعتقادك لماذا سميت هذه السجائر البائسة ابتداء سلكة قطع السلك أو السلك وقد قطع؟ قال فيك لا أعلم، إنه مجرد اسم كأي اسم آخر. قالت روبين حسنا، اسمع، القطع له علاقة بقطع التبغ أليس كذلك؟ لكن السلك ليس له علاقة بالتبغ، إنها استعارة تعني أن التدخين ناعم كالحرير. تقول حلم بعض من كان بالشركة بهذه التسمية الناعمة التي تنقل الانطباع بأن تدخين هذا النوع لا يجلب التهاب الحنجرة ولا السعال ولا سرطان الرئة، لكن بعد فترة تعود الجمهور على التسمية بحيث لم تعد التسمية تدل إلا على هذا النوع وخفتت إيحاءات الدلالة المصاحبة. أرادت الشركة أن تبعث من جديد صورة مميزة براقة للماركة، توصل بعض البارعين في الشركة إلى فكرة قطعة القماش الحرير المموج وفكرة القطع بها. لقد مثلت الآن الاستعارة
طبعاً هي تقول ميتافور، ويترجمون ميتافور باستعارة، ولي يعني تحفظ على هذا يعني الترجمة، هذه الترجمة. تقول: لقد مثلت الآن الميتافور أو الاستعارة الأصلية حرفياً، لا يهم إن كان من قام بهذا العمل واعياً بالتمثيل أم لا. هذا الأمر مثال ممتاز للانزلاق المستمر للمدلول تحت الدال. قال فيكر: طيب، ولماذا يدخن النساء هذا النوع إذن؟ لأن هناك من النساء من تدخن سلكة ردة روبين، كثير من النساء مازوخيات، لقد تدربنا على أن يفعلن ما يتوقعه منهن المجتمع البطريركي الذكوري. قال فيك: ربما كنت أعرف أنك ستقولين هذا. تساءلت روبين: لماذا أنت منزعج كما لو أنك تدخن سلكة؟ قال: لا، أنا أدخن مالبورو. حينما قال أدخن مالبورو، تذكرت روبين حينها ذلك النوع من السجائر وصورة الدعاية التي تظهر إلى جانب علبة السجائر صورة الكاوبوي وحياة الريف وانطباعات الطلاقة والحرية والقوة. إنها هذه الأيقونة. هذه الأيقونة التي ترونها أمامكم، الأيقونة الثانية، وأرجو أن توجهوا أنظاركم إليها. هذه هي الصورة الدعائية لهذا النوع من السجائر. وطبعا نحن حينما نذكر السجائر بالمناسبة نحن لا نذكرها لإشهارها، بل لا بد أن نقول إن التدخين يسبب السرطان وأمراض الرئة، وهو شيء قبيح بلا شك. نحن نقرأ فقط الأيقونة. تقول يعني حينما ذكر هو هذا النوع من السجائر القبيحة، طبعا تذكرت هذه الأيقونة التي ترافق هذا النوع من السجائر وتكون دعاية له. تقول روبين: هذه الصورة لا تعتمد على الاستعارة، إنها تعتمد على ما يترجمونه بالكناية، وأنا أتحفظ على هذا، ميتونيمي. الاستعارة ميتافور، اللوحة السابقة تعتمد على الميتافور، وقد تكون قريبة نوعا ما إلى الاستعارة بالعربية، لكن الكناية أظنها بعيدة عن ميتونيمي، بعكس دعاية السلكة التي تعتمد على الميتافور. بدأت روبن تشرح الفرق بين المفهومين، مفهومي ميتافور وميتانومي، اللي هي قد يقابلون بينها الميتافور بالاستعارة والميتانومي بالكناية، وكيف وظفت كل واحدة من اللوحتين الدعائيتين أحد المفهومين، وأن ذلك يبين كيف تشتغل اللغة، باعتبار أن الميتافور الذي هي الاستعارة تعتمد على علاقة الاستبدال الرأسية، بحيث يحل المقصود بالشيء محل الشيء نفسه، وأن الميتونيمي الذي يترجم عادة بالكناية يعتمد على علاقة التجاور الأفقية، بحيث تحل نسبة الشيء أو سببه أو نتيجته محل الشيء نفسه. المحور السياقي الأفقي هو يسمى السنتين، وهو يعنى بعلاقات الاتصال والتتابع والضم، والتحليل به تحليل سنتيمي، بينما يكون محور علاقات الاستبدال الرأسي محور البراديغم، والتحليل به تحليل براديغمي. هذا هو الشكل
الذي يمثل المحورين. هذا هو الشكل الذي يمثل المحورين. أرجو أن توجهوا أنظاركم إلى هذين المحورين. محور أفقي سنتيجمي، العلاقات السنتيجمية التي هي العلاقات الخطية التي هي علاقة التجاور والاتصال والضم. والأفقية كما ترون اللي هي paradigmatic relations، العلاقات الرأسية، تعتمد الاختيار المشابهة الاستبدال. هذه الأفقية، الأفقية هنا هي العلاقات الخطية، الرأسية هي علاقات استبدال واختيار. لازلنا في الحوار ومع روبن. روبن تقول في حالة السيركات كانت هكذا، تقول في حالة دعاية السيركات كانت الصورة تمثل الجسد الأنثوي بطريقة استعارية ميتافوريكلي، بحيث يدل القطع فيه على بعض أعضاء الأنثى، إذ إن أي تجويف أو شق أو عطف هو بهذه المثابة. ولكن دعاية المالبورو لا تعتمد أي نوع من هذا، ربما لهذا السبب أنت تدخن مالبورو، تقول هذا الكلام لفيك. يبدو أنك لا تتعاطف مع الطريقة الاستعارية في نظرتك للأشياء. السجائر عندك هي سجائر. علامة المالبورو لا تزعزع مثل هذه النظرة الساذجة لاستقرار المدلول وثباته، ولذلك هي تثبت علاقات الميتونمي بين تدخين ماركة معينة وحياة الكاوبوي الصحية البطولية المنطلقة. بمعنى اشتري السجائر لتشتري معها نمط الحياة والاستمتاع به. الآن انتهى المقطع الذي يدور فيه الحوار بين روبن وفيك، وهو حوار كما ذكرت لكم من رواية ديفيد لوج نايس ورك، وهي بالمناسبة صدرت عام 1988. هذا المقطع الذي تحدثنا عنه وأشرنا إلى هذا الشروح أو هذا الشرح على لسان إحدى الشخصيات لهذين المحورين ولهاتين الأيقونيتين، أورد هذا المقطع دانيال شاندلر في كتابه السيميائية، معلقا على مبتدأته روبن حين أزعجها وميض هذه اللوحة المتكررة على جنبات الطريق وهي تسير مع فيك، بالقول إن روبن بدأت تزيل قشرة هذه الأيقونة لتقرأ ما تحتها. هذه القراءة الرأسية التي لا تكتفي فقط بالكشف عن دلالة الأيقونة المعروضة، بل لتتعدى ذلك لتقرأ مجتمعاً بأسره. لولا ما استقر في أعماقه من تصورات عن الأنثى ما ظهرت هذه الأيقونة. الحقيقة حتى لو لم يكن منتجها واعياً بها واعياً كاملاً، هذا لا ينقض هذا التحليل. هذا التحليل ثابت في الأذهان، وهو أيضاً ما جعل منتج هذه الأيقونة يثق بفعاليتها. يهمنا إذن في هذا المقام أن نلتفت إلى أن بعض الظواهر يلزم لقراءته بالضرورة إزالة القشرة وقراءة ما تحتها على النحو الذي مر في المقطع المستشهد به، للوصول إلى ما يختفي وراء القشرة، مما قد لا يتبين في كثير من الأحيان أن وراء قشرته ما تخفيه. إزالة القشرة هنا تعني أن نطل على أعماق الظواهر بدلاً من إلقاء نظرة خاطفة على سطوحها. قراءة ما تحت القشرة تعني القراءة الرأسية التي تحتفل بعلاقات البراديغم الاستبدال والاختيار في مقابل القراءة الأفقية
التي لا تحفر إلا بعلاقات السينتيجم الاتصال والضم. طيب دعونا نعود مرة أخرى لتأمل قراءة روبن للسلك المقطوع ونتأمل عددا من النقاط في قراءتها هذه. أولا، ما قرأته روبن في العمق ووصفته بالذكورية هو الخطاب الجمعي. إذن لدينا خطابات اجتماعية جمعية، قد نقول قبلية، أسرية، مذهبية، طائفية إلى آخره. هذه الخطابات، وأنا أعني هنا بالخطاب الجمعي إذا قلنا الخطاب القبلي مثلا أو خطاب القبيلة على سبيل المثال، هو تلك الكتلة التي شكلها مجموع ما يصدر عن القبيلة من أقوال وأفعال تكون الصورة النهائية لها للقبيلة ولخطابها في الأذان. الصورة النهائية للقبيلة، الخطاب الذي يكون الصورة النهائية لها. هذا المجموع الكلي الذي أسميه في هذا السياق الخطاب الجمعي هو بلا شك أصبح كتلة ضخمة تنتج مفاهيمها ومقولاتها الصلبة المكرسة التي يصعب إن لم نقل يستحيل أن تزحزح. هذا التوصيف الذي أقوله باختصار للخطاب وبالتالي مفهوم الخطاب هو بالضبط ما اتكأ عليه إدوارد سعيد في بلورة خطاب الاستشراق متأثرا بطبيعة الحال بفوكو كما تعلمون. فكما أن مجموع النصوص والمقولات والتصورات والمفاهيم المتصلة بالاستشراق تكون منها كتلة هي خطاب الاستشراق، أصبحت هذه الكتلة ذاتها تنتج مفاهيمها ومقولاتها الصلبة العصية على الخلخلة والزحزحة. فإذن الخطاب الجمعي لنقل مثلا القبلي أو المذهبي أو العرقي أو غيرها من الخطابات هو هذا الذي أتحدث عنه وأقول إنه ينطوي في أعماقه على مقولات صلبة تجذرت وقويت وأصبحت مفاهيم راسخة في الأذهان. هذا باختصار مفهوم الخطاب هنا. إذن الخطاب هو خطاب جمعي بالضرورة على غرار ذلك الخطاب الذي قرأته من خلال الأيقونة روبن. أما النصوص فهي فردية بالضرورة. لماذا؟ لأن النصوص هي ما يصدر من كل فرد في المجتمع حول أي مقولة من مقولات الخطاب أو تجاه أي مفهوم من مفاهيمه. ونلاحظ أن النصوص الفردية على نوعين رئيسين يمكن الحديث عنهما هنا. النوع الأول نوع يظهر مفاهيم الخطاب أو المفاهيم المتأثرة بالخطاب واضحة جلية دون محاولة إخفاء مقولات الخطاب حتى القبيحة منها. هذا إذا اتفقنا على الحكم بالقبح على مقولات بعض الخطابات كالعنصرية مثلا. هذا النوع من النصوص الفردية الشفافة هي غالبا ينتجها أفراد متماهنة مندمجون متشبعون بمفاهيم الخطاب، ربما لا يعترفون بالقبح أصلا ولا يعونه، وهذا هو الغالب الأعم. هذا النوع الأول. هذا النوع أيضا نستطيع أن نقول كم من شخص لا يخفي ما لقنه الخطاب من عنصرية أو ربما حتى يدافع عنه، إما لأنه مقتنع بما لقن أو لأنه لا يعي أن ما يقوله يدخل في العنصرية أصلا، والشواهد على هذا لا حصر لها وهذا واضح. طبعا أنا إذا ذكرت العنصرية أنا أذكر العنصرية هنا ليست إلا مثالا واحدا فقط مما يمكن أن تنطوي عليه الخطابات، كما أن الخطاب القبلي ليس إلا مثالا واحدا فقط مما يمكن سرده من الخطابات. هذا النوع الأول وأسميه النوع الشفاف، يعني نصوص شفافة تعكس ما في الخطاب بكل وضوح. النوع الثاني من النصوص الفردية يسعى إلى تغطية أو حجب أو ربما تجميل بعض المقولات أو المفاهيم التي ينطوي عليها الخطاب الجمعي في العمق، وقد يبدو ولو في الظاهر فقط أنه ينجح في عملية التجميل، لكنه بالتأكيد ينطوي على أدلة وعلامات يمكن الوصول من خلالها إلى كشف
ما يحاول أصحابه إخفاءه والتمويه عليه، أي ما يحاول الخطاب إخفاءه، والخطاب بطبيعة الحال يحاول حقيقة إخفاءه أو على الأقل تجميل مقولاته، متوسلا إلى ذلك بنصوص أفراد منتسبين إليه. هذا النوع يحتاج فعلا إلى قراءة ما يمكن تسميته هنا قراءة العلامات للوصول إلى جوهر مقولات الخطاب. ومن حسن الحظ أن العلامات الدالة هي ظاهرة على السطح، وما يراد الوصول إليه هو في العمق. وجود العلامات على السطح يعين في الغالب على سهولة، لا الحقيقة ليست سهولة، بل لنقل إمكان الوصول إلى الأعماق ولو بشيء من الصعوبة. لو عدنا إذن إلى مدخل هذه المحاضرة الذي ابتدأت به وهو حوار روبن وفيك، وأعدنا النظر أولاً في قراءة روبن للعلامات الظاهرة على السطح من خلال أيقونة الإعلان وهي العلامة، والنفاذ من خلال العلامة إلى مقولات الخطاب الجمعي الذكوري البطريركي الأبوي، وهي مقولات مخفاة في الداخل أو في العمق. هذا أولاً. وثانياً في موقف فيك من العلامة ومن قراءة روبن لها، لو أعدنا النظر في الأمرين فإننا سنخرج بعدد من الملاحظات المهمة. منها: واحد، العلامة وهي صورة القطع في القماش كانت المفتاح في الوصول إلى داخل الخطاب والاستدلال بها على مفهوم ما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ظهور العلامة على تلك الصورة تحديدا فرض قراءة معينة هي القراءة الرأسية تحديدا، في حين فرضت العلامة الأخرى، علامة الدعاية الأخرى مالبورو، الاكتفاء بقراءة أخرى أفقية. إذن القراءة الرأسية تكتشف وتوظف علاقات الاستبدال، يعني تكتشفها وتوظفها. فالنصوص التي تحاول الإخفاء أو تحاول إظهار خلاف ما تبطن أو تقول شيئا ولا تعي أنه علامة يمكن الوصول من خلالها إلى المخبوء، تستند إلى استراتيجية الإخفاء، الاستعارة التي هي الميتافور، وتحتاج إلى القراءة الرأسية التي تستند إلى علاقات الاختيار والاستبدال كما قلت سابقا وكما قالت روبن. وبقدر ما تقترب من هذه المنزلة تحتاج بشكل أكبر إلى هذه الاستراتيجية، وبقدر ما تبتعد النصوص عن استراتيجيات الإخفاء تقترب من الشفافية إلى حد أنه يمكن في نهاية الأمر الاكتفاء بالتحليل بعلاقات الضم الأفقية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: قد يتوهم من لا يدرك خفايا العلامات أن القراءة الرأسية لا حاجة لها، وأن القراءة في المستوى الأفقي تكفي دائما للوصول من تأويل العلامات إلى دلالات الخطاب، أو لنقل إن الأمر قد يصل أحيانا إلى عدم إدراك أن للخطاب دلالات يمكن الوصول إليها عن طريق قراءة العلامات، وهذا تعكسه بشكل أو بآخر قراءة فيك لأيقونة إعلان سيركت، أو لنقل تأويله المختلف عن تأويل روبن. النصوص التي هي علامات، النصوص العلامات المكثفة استعاريا إذن تحاول تغطية ما هو مخبوء لا يراد له أن يظهر، والتي تمثلها كما قلنا دعاية سيركت، وتنحو نحو إظهار ما هو بمثابة القماش الحرير الذي هو كما قلنا استعارة، بخلاف النصوص العلامات الشفافة والتي تمثلها أيقونة دعاية مالبور. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: مقولة الشيء إذا مثل بعلامة ففيه معان إضافية بالضرورة، وهي مقولة تأتي نتيجة مباشرة مبنية على حقيقة هي أن العلامات ليست بريئة. هاتان أو هذه المقولة المركبة في سياق النصوص الفردية وفي سياق دلالاتها على حقائق الخطابات الجمعية تستوجب النظر إلى النصوص باعتبارها علامات،
أي النظر إلى كل نص باعتباره علامة، ومن ثم إلى أنه لا يوجد نص فردي يعبر عن مفهوم ما من مفاهيم الخطاب لا دلالة فيه، أو أنه لا يحتاج لتأويل. والتأويل ليس فقط للدلالة السطحية الظاهرة، بل يتجاوزه بالضرورة. النقطة الخامسة، إذا كان الخطاب البطريركي الأبوي الذكوري أنتج علامة القماش المقطوع، فقد أنتج أيضاً نصوصاً أخرى كثيرة هي في الحقيقة علامات تقترب حيناً من حالة شدة الإخفاء كقطعة القماش المقطوع، وتكون مثالاً ونموذجاً لانزلاق المدلول تحت الدال، وفي حين آخر أقرب إلى الشفافية ووضوح الدلالة، وتكون أقرب إلى ثبات المدلول تحت الدال، ومن ثم تكون الأقرب إلى علامة الكاوبوي الأخرى. يمكن أن نعطي أمثلة، بل ما لا نهاية له من الأمثلة، من النصوص الفردية المعبرة عن بعض المفاهيم التي أنتجتها الخطابات الجمعية ودلالاتها، ولا يخرج عن كونه إما شفافاً في التعبير عنها وحتى في الدفاع عنها أحياناً، أو مخادعاً مموهاً يظهر ما لا يبطن بوعي حيناً، وهذا نوع واحد يعني وحده، وبدون وعي حيناً آخر، وهذا نوع آخر. فهذه إذن أنواع ثلاثة من النصوص التي يسميها في هذا السياق العلامات. نحتاج دائماً إلى الأمثلة، وسأبقى في إطار الخطاب القبلي لأنه أكثر أماناً. دعونا نتأمل بعض النصوص التي هي بين قوسين علامات. هناك سيل من النصوص العنصرية والشوفينية الواضحة التي ينتجها أفراد القبيلة دون مواربة، وتعبر تعبيراً شفافاً عن مفاهيم القبيلة ومواقفها من الغير، أي مفاهيم الذات والآخر، وهذا هو الأكثر. وهناك نصوص تظهر أو تحاول الظهور بالبراءة من العنصرية، وقد تتذرع بنصوص أحياناً بعضها ديني، كنص مثلاً وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو حتى قد تنشئ نصوصاً أخرى غير دينية تظهر حضاريتها وإنسانيتها لتخفي القبح. وهناك نصوص تكشف القبح من حيث تريد إخفاءه، هذا النوع الثالث أيضا. وفي كل الأحوال هناك استراتيجيات إخفاء يستعملها الخطاب على ألسنة أفراده وعبر نصوصهم، وبالمحصلة عبر العلامات. وهناك استراتيجيات قراءة العلامات لكشف المخبوء تحتها، وبعبارة أخرى إزالة القشرة عنها كما قال شاندلر. وبمناسبة القشرة لابد من الإشارة إلى أن الخطابات الاجتماعية والثقافية والدينية وغيرها تحصن نفسها بقشور موهمة في كثير من الأحيان بغير حقيقة ما في داخلها، وإن تفاوتت هذه القشور في السماكة أو الرقة بحسب درجة التجذر والعمق في عقول الأفراد من جهة، وبحسب ما يظهر على مستوى القشرة من علامات. فبالقدر الذي نجد فيه نصوصاً فردية تطفح بالعنصرية والتوحش ضد الآخر والشوفينية، فتكون شفافة تري ما ينطوي عليه الخطاب، وكأن تلك النصوص غطاء من زجاج تستطيع أن تطل منها على ما يحفل به الخطاب الجمعي الذي أنتجها، ولا حاجة إلى عملية فتح الغطاء أو إزالة القشرة. تجد نصوصاً أخرى تتفاوت في قدر ما تتخذ من التكثيف الاستعاري، إما قصداً للإخفاء بوعي وهذا يحصل وله نماذج، وإما كشفاً بغير وعي لما لا يراد له أن يظهر وله نماذج أيضاً. وأحسب أننا يمكن أن نعدد من هذه النماذج الكثير والكثير بطبيعة الحال. ما الذي يعين على قراءة هذه الدلالات وإزالة القشرة عن هذه النصوص أو فتح الغطاء لرؤية ما بالداخل؟ ما الذي يؤهل لهذا؟ وقد رأينا أنه كان معيناً لروبن للنفاذ إلى الخطاب من خلال النص، إنه بطبيعة الحال تحليل الخطاب بين مزدوجين،
ويمكن لي هنا أن أذكر فقط بعض الأمثلة على ما تظهر النصوص مما أريد للنصوص أن تخفيه. سأقف الآن مع مثل أو مثال أو نموذج ذكرته في مقام سابق وفي سياق آخر الحقيقة، ليس هذا السياق، منذ سنوات تحدثت فيه عن دلالات بعض حكايات ومرويات الخلفاء، لأني أنا قرأت مرويات التراث، عدد من مرويات التراث، منها مرويات النحو ومنها مرويات الكتابة ومنها مرويات خاصة بالخلفاء، أي بإعطاء صورة للخليفة. لا بأس أن نستعيد جزئية هنا، جزئية صغيرة فقط لن أطيل فيها، هي النظر إلى بعض النصوص التي جاءت في شكل مرويات بوصفها علامات، أي من جهة كونها نصوصا فردية أنتجها من أنتج المروية الحكاية من القدماء، وأن الحكايات التي تروي بصورة إيجابية مثلا مدائحية كرم الخلفاء وعطاءاتهم للشعراء على سبيل المثال تعكس تصور الحاكي لمفهوم خليفة وما ينبغي للخليفة أن يكون عليه، وهذه الصورة هي تمثيل أمين إلى حد كبير لمفهوم خليفة بين قوسين، أي للصورة الذهنية التي أنتجها الخطاب السياسي الثقافي الجمعي للخليفة في التراث، لأن هذه الحكاية لا تأتي ولا تسرد المروية في سياق الذم وأن هذا من العبث الذي كان يمارسه الخلفاء وهو قبح طبعا، فهو يظهر القبح من حيث أراد إظهار الجمال، لأنه أساسا لا يعترف بأن ما يسرده عنه هو سلبي، هو يورده في سياق مديح الخلفاء وكرمهم ورعايتهم للأدب. أنا أردت فقط باستعادة هذه الجزئية التمثيل على النصوص العلامات التي يراد لها أن تضع على السطح شيئا جميلا يشبه قطعة الحرير فتظهر دون قصد ودون وعي، أو هي تظهر أو يظهر منه من ذلك العمل شيء يشبه ذلك القطع الذي يمكن أن نستدل منه ليس على العبث الذي يمارسه الخليفة فحسب، بل وقبول هذا المجتمع لصور الاستبداد والعبث بفعل تضمن الخطاب الجمعي هذا المفهوم الخليفة بهذه السمات على أنها دلالة إيجابية، والتعلق بها وامتداحها إلى درجة أنك لا تستغرب أن تكون بعض الحكايات والمرويات قد بالغت بأكثر مما كان حقيقيا أصلا أو يتصور أنه حقيقي أو يصدق، يعني في إظهار بين قوسين كرم الخليفة وبين قوسين رعايته للأدب، لأن هذا هو المفهوم الذي يصدره الخطاب. ولننظر كذلك وفي السياق نفسه عن مفهوم خليفة بالذات ومفهوم عدل الحاكم أو الخليفة إلى الحكاية الشهيرة عن عمر بن الخطاب ودورانه في الليل وسماعه ومحادثة يعني ومحادثته المرأة التي تطبخ الحجارة. هذه الحكاية قد ينظر إليها على أنها إساءة إلى الخليفة، إساءة إلى عمر، هي نص يتضمن محاولة إظهار الصورة المثالية النموذجية لعدل الخليفة الذي لا ليس كمثله عدل، يظهر هذه الصورة للسطح كأنها قطعة الحرير، لكنها تنطوي على صورة هي في نظر البعض قد تعتبر رديئة جدا، لأنها تدل على نظام حكم يعتمد على الشخص وعلى ما يكتشفه الحاكم بشخصه وربما بالصدفة، فلو لم يخرج عمر تلك الليلة أو لم يمر بذلك المكان ما كان ليكتشف الحالة، وأيضا هذا العدل لم يحققه النظام الحكم بل جاء مرتبطا بشخص الحاكم. إذن صانع الحكاية الخيالية أراد أن يحسن إلى أو أراد أن يبالغ حتى في الإحسان وأن يظهر صورة العدل في أعلى درجاتها كما يصوره الخطاب، فأظهر أيقونة يظنها يعني أو يظهرها على أنها قطعة القماش الحرير، لكنه أظهر فيها الشق، فأظهر أيقونة يمكن النظر إليها على أن فيها ثغرة تشبه القطع في الحرير تدل على تصور جمعي يسوغ استبداد الخليفة ويبالغ في امتداحه، وهي صورة في الحقيقة مناقضة للعدل تماما، فالمحصلة أنه وفق هذا التصور أساء لصورة العدل من حيث أراد تجميلها، أو لنقل هو يرى هذه الصورة
هي أجمل صور العدل والنموذجية لها. إذن الخطاب أحياناً يسيء إلى رموزه، لكنه لا ينكشف إلا حينما تكشف العلامة. وفي نظري أنه يمكن أن نقول إن من يقرأ الحكايات والمرويات على الدلالة الظاهرة التي أوردت الحكايات أو أوردت حتى الحكايات أصلاً من أجل إظهارها، هو أولاً يقرأ العلامات قراءة خطية أفقية، ويعول على دلالات الاتصال والضم الخطية ويقول بثبات المدلول. وبالمقابل من يتخذ الحكايات والمرويات ليس بدلالاتها الظاهرة، بل يتخذها طريقاً إلى قراءة ما في أعماق الخطاب، فهو يقرأ العلامات قراءة رأسية ويعول على دلالات الاختيار والاستبدال الرأسية، ومن ثم يؤمن بعدم ثبات المدلول وبأن التكثيف الاستعاري المتبع هو استراتيجية إخفاء أو تجميل أو نحو ذلك. أما لماذا لابد أن يكون كذلك؟ فتبعا لقاعدة تقول إن التمثيل العلامي يقتضي بالضرورة معنى إضافيا، أو لنقل بعبارة أخرى إن الشيء إذا مثل بعلامة فلا بد أن يتضمن ذلك التمثيل معاني إضافية بالضرورة. أنا أنظر أحيانا، أنا شخصيا يعني أنظر أحيانا إلى بعض النصوص الواردة في سياق الدعوة إلى السعودة مثلا هنا في السعودية، وهذا ربما ينطبق على مقولات مشابهة في بعض الدول، التمصير في مصر واللبننة في لبنان، أرى أنه يمكن أحيانا أن يطفو على السطح عبارات في ظاهرها إيجابية براقة كالتوطين مثلا أو الواجب الوطني أو القومي وما شابه، فتكون الدلالة الخطية التي تثق وتعول على ثبات المدلول. ومن منظور القراءة الرأسية هي تكثيف هذه العبارات، تكثيف استعاري يظهر ما يعني يكشف أو ربما ينكشف من خلاله ما يتضمنه الخطاب الجمعي في العمق من مفاهيم التعصب والعنصرية والموقف من الأجنبي، وأن ما يظهر على السطح إنما هو غطاء أو قشرة تتمثل في النصوص المفردة، وأن ما ينكشف عند فتح الغطاء أو إزالة القشرة ويقع في العمق هو الخطاب الجمعي ومفاهيمه. طبعا أنا لابد أن أفتح قوسا هنا للتنبيه، لأن بعض الناس قد يسمع هذه العبارة ويحملها محملا آخر. أنا أفرق هنا في مثال التوطين الذي ذكرته، أفرق بين القرارات التي تتخذها الحكومات والدول لقصر مهن معينة على مواطني تلك الدول. هذا الأمر قد يكون يعني مندرجا لتحقيق خطط تنموية معينة أو ضمن خطط القضاء على البطالة ونحو ذلك، هذا أمر بدهي ومشروع ولا غبار عليه في خطط الحكومات، ولا أدعي أن مثل هذه القرارات أملاها خطاب جمعي أو شيء، أنا لا أقول هذا طبعا ولا أعنيه. أنا أعني ما يرافق هذا النوع من القرارات وما يكون موازيا له وقبله وبعده أيضا من كتابات على الفيسبوك أو في الصحف مثلا من نصوص تتحدث عن المسألة، فتطفح بما شبع به بعض الكتاب من مقولات الخطاب الاجتماعية الجمعية. إذن أنا أشير إلى نصوص في المستوى السطحي وخطابات اجتماعية في المستوى العميق. إذا استعرنا التمثيل بالمحورين سنرى أن الشكل يكون بهذه الصورة. دكتور محمد. نعم دكتور. أذكرك بالوقت، نحن تجاوزنا 40 دقيقة، يعني حتى تضع. طيب إن شاء الله حاول إني أختصر كثيرا يا دكتور. أنا ضد الإطالة دائما وقد ذكرت لك هذا، لكن الأفكار أنا يعني أحيانا أتوهم قبل البدء أنني لن أطيل، لكنني حينما أشرح في الكلام أطيل، فربما هذا يعني سوء تنظيم للوقت من ناحيتي، يعني هذا سوء إدارة. طيب
هذه ال عفوا طيب من هذه الشريحة الحالية نعم لا التي قبلها نعم هي هذه هذه الشريحة أنا وضعت النصوص المفردة إلى الأعلى في السطح ووضعت الخطاب الجمعي في العمق فقط أردت أن أوضح هذا الشكل وسريعا ننتقل إلى جزئية أخيرة إن شاء الله أختم بها طيب أخرج من هذا إلى جزئية أخيرة سأقفز طيب أنا ذكرت في الشكل الماضي أن النصوص الفردية ينبغي أن ينظر إليها على أنها تمثيل أي مضمونها موضوع مثل بعلامة وهي ليست بريئة ولا ينبغي أن تكون بريئة أما الخطابات الجمعية فقد قلت في ذلك المثال إن العنصرية والتعصب والموقف من الآخر ونحو ذلك مما يظهر في النصوص بتفاوت يعني بين ظهور مباشر لا يحتاج إلى تأويل وغير مباشر مكثف استعاريا كل ذلك نتاج خطابات بصيغة الجمع هنا سأتحدث عن خطابات بصيغة الجمع وأؤكد على صيغة الجمع هنا أي مجموعة خطابات جمعية وهذا يستدعي الحديث ولو بإيجاز عن علاقة الخطابات ببعضها قلت بصورة متكررة بفكرة صلابة القشرة أحياناً ولعل هذا ما يبرر الحاجة إلى تأويل العلامات بصفة عامة أو لنقل إنه يبرر سؤال محاضرة الليلة لماذا النص والخطاب أصلاً كما يبرر أيضاً سؤالاً آخر لا بد من الالتفات إليه ولو باختصار هل صلابة الخطابات وتجذر مفاهيمها يعني الحكم بعدم إمكان زحزحة تلك المفاهيم التي تفرزها الخطابات الجمعية وإذا كان بالإمكان العمل على التغيير فإلى أي مدى أولاً سأشير إلى خطابات بالمعنى الجمعي أو بمعنى الجمع حينما أشير إلى خطابات فأنا أقول إننا أمام خطاب ديني وخطاب إعلامي وخطاب سياسي خطاب أدبي خطاب هي مجموعة خطابات قبلي ديني مجموعة متجاورة تسهم في تشكيل حياتنا بل تشكيلنا نحن تسهم في صورة لا نختار كثيرا من تفاصيلها هل يمكن القول حتى تأويلات النصوص تفسيرات للظواهر الكون ورؤيتنا لكثير مظاهر الحياة ومواقفنا من كثير من القضايا ترسمها وتشكلها لنا الخطابات الجمعية أظن هذا هي إذن مجموعة صلبة تنتج بطبيعة الحال على ألسنة الأفراد المنتمين إليها نصوصا بل ربما سيلا من النصوص تصب غالبا في حمايتها وتقوية مقولاتها الخطابات متجاورة ومن طبيعتها أنها تزحف على بعضها البعض فتتصارع في أحيان كثيرة لكنها تتعاضد وتغذي بعضها البعض في أحيان أخرى وهذه مفارقة لكن المفارقات هنا لا تنتهي نذكر مثلا الخطاب القبيلة والخطاب الديني وذلك على سبيل المثال الحصر كثير من تفاصيل الموقف من المرأة هو خليط من مقولات الخطابين وهذا واضح الخطابات تحيط نفسها بقشور موهمة لكني أضيف هنا أن ما تحيط به الخطابات نفسها من نصوص هي قشور تتفاوت في السماكة والرقة لكنها على أي حال تصب في حماية الخطابات وتقويتها وجعلها تزيد صلابة وتجذر طيب السؤال الذي سأقفز إليه لأختم إلى أي حد يمكن أو لا يمكن أو يتعذر مثلا كسر هذه الصلابة إلى أي مدى تصبح المقولات الخطاب صلبة من الصعب أو ربما من المتعذر أو ربما حتى العلامات أحيانا لا تسعف في محاولة يعني تهشيم هذه القوة أو الصلابة أو السلطة إذا تحدثنا عن سلطة الخطاب الحقيقة هذا السؤال سريعا سأقفز إلى إجابة يقدمها لنا نورمان فيركلوف عما سماه نظام الخطاب
يقرر فيركلوف أن هناك علاقة بين النظام الاجتماعي في كفة والنظام الخطابي في كفة، إذ إن هناك تراتبية لثلاثة مفاهيم اجتماعية، هي إلى الأعلى النظام الاجتماعي، تحته أنماط الممارسة الاجتماعية، وتحتها الممارسات الاجتماعية الفعلية. هذه في جهة، وثلاثة مفاهيم موازية: نظام الخطاب، أنماط الخطاب تحتها الممارسات الخطابية الفعلية من جهة أخرى، كهذا وهذا هو الشكل الأخير الذي سنقف عنده. دعوني فقط بس أعرض هذه. نعم، هذا هو الشكل الذي رسمه فيركلوف. لاحظوا في اليمين النظام الاجتماعي، وفي اليسار نظام الخطاب، وبينهما سهمان. النظام الاجتماعي يؤثر في نظام الخطاب، ونظام الخطاب يؤثر في النظام الاجتماعي، وكل من الجانبين أو الجدولين، النظام الاجتماعي إلى الأعلى ينتج عنه أنماط، تحته أنماط من الممارسة الاجتماعية، تحت الأنماط ممارسات اجتماعية فعلية متعددة. هناك نظام الخطاب وينتج عنه أنماط الخطاب، ثم ينتج عن أنماط الخطاب الممارسات الخطابية الفعلية. هذان السهمان اللذان يتجه كل واحد منهما من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين هما المفتاح. لماذا؟ لأن أي خلخلة في النظام الاجتماعي سيحدث خلخلة في نظام الخطاب، وإذا حصل خلخلة في نظام الخطاب فإن أنماط الخطاب أيضا تتخلخل، ثم تتخلخل ممارسات الخطابية الفعلية. طيب، سريعا والشكل أمامنا، نعطي مثال سريع محلي. أنا أميل للتمثيل بأمور محلية الحقيقة. سأمثل بمثال حصل فيه خلخلة للنظام الاجتماعي، فحصل خلخلة للنظام الخطابي في المستوى المنظور حتى، رغم أن هذه الخلخلة يفترض أن تكون على المدى البعيد. إذا مثلنا بأمور محلية، سأتذكر معكم قرارات صدرت السنوات الأخيرة في المملكة تتعلق بتمكين المرأة، وكان هناك موقف جريء من قبل السلطة الرسمية أحدث في الفترة الحالية وسيحدث بالتأكيد في المستقبل القريب حتى زحزح للنظام الاجتماعي فيما يخص الموقف من المرأة، وهذا بدوره سيحدث خلخلة في النظام الخطابي المتعلق بالمرأة، ثم بعد ذلك سينتج حتما أو سينتج عن هذا التغيير تغيير في أنماط الخطاب، ثم بالتالي في الممارسات الخطابية الفعلية. إذن نحن إمكان، يعني نحن أمام إمكان حلحلت بعض مقولات الخطاب ولو عند الحد الأدنى من جهتين: جهة كشف ما تنطوي عليه النصوص الفردية من آليات الإخفاء والتجميل، ومن جهة الإقدام على ما يوصل إلى زحزحة ما يمكن زحزحته في النظام الاجتماعي الذي بالتالي يؤثر بصورة تلقائية في نظام الخطاب، ثم في أنماط الخطاب، ثم في الممارسات الخطابية الفعلية. وأنا ساقف عند هذا الحد نزولا عند رغبة الدكتور أحمد، وقد ذكرت الدكتور أحمد أنني أنا أيضا لا أميل للإطالة، لأني أريد أن أسمع منكم أكثر مما أحدثكم. أقف عند هذا الحد للإطالة، وسأتجاوز توسعة بعض النقاط التي ذكرتها في أواخر الحديث، والتي كنت أتمنى وأشعر أنها تحتاج فعلا إلى توسعة، لكني مضطر أولا إلى الإجازة بسبب مستغرقة المحاضرة من وقت أطول مما قدرت لها، وثانيا أعول على استدراك ما كان يحتاج إلى تفصيل من خلال الحوار معكم أيها الحاضرون الكرام. أشكركم على حضوركم أولا وعلى صبركم ثانيا، وأكرر شكري للصديقين مضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الناصر هلال، ورئيس جلستنا الأستاذ الدكتور أحمد يوسف الذي شرفني بأن قبل أن يكون معي وأنا معه في هذه الجلسة العلمية المباركة، وأتطلع
إلى إضافاتكم وإلى إصلاحات لما سمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور محمد. لقد استمتعت شخصيا بهذه المحاضرة القيمة، ولم أخطئ في تقديري أيها السادة عندما قلت بأن الدكتور محمد يجدد طرائق تعامله مع الموضوعات التي يعالجها، وهي موضوعات ذات صلة باللغة. واليوم والليلة في حديثه عن النص والخطاب ذكرنا بأن مجال عالم اللسانيات في الأصل كما قال لويس يامسليف ليس هي الجمل وإنما النصوص. عالم اللسان وعالم اللغة يشتغل على النصوص وعلى الخطابات، وهذه هي المنطقة المشتركة بين الدراسات اللغوية والدراسات النقدية والدراسات الفلسفية والمنطقية. المحاضرة على عمق في الطرح، إلا أنها كانت في مراحل من عرضها تقف عند البعد التعليمي لكي توضح الفكرة التي تطرحها، وهي أخذت بين العلامات على اختلافها علامات لسانية وعلامات غير لسانية، وهذا يدل بأننا أمام حضرة أو في مجال تحليل سيميائي للغة بشقيها اللساني وغير اللساني. هناك يعني ثراء هذه المحاضرة في نظري، وسأترك الكلمة للحضور الكريم ليتفاعل معها بالتعقيب والسؤال، أنها طرحت كثير من الأسئلة وبعض المفاهيم، بعضها نتفق معه وبعضها لنا وجهات نظر قد تختلف مع طرح الدكتور محمد، وهذه طبيعة النص. كما نعرف إذا قدرنا مفهوم بول ريكير النص ثابت ومقيد كما عرفه بول ريكير بالكتابة، يعني النصوص دائما مقيدة بالكتابة، أما الخطابات فهي متحركة وحركتها نابعة كما أوضح الدكتور محمد بفعل التواصل الإنساني والبشري، وهي التي تنتج هذا الضرب من التواصل، هو الذي ينتج هذه الخطابات، ولهذا فهي مفاهيم متحركة ولاحظنا بذلك. أيضا استخلصنا من هذه المحاضرات الحاجة إلى الدرس السيميائي ممثلا في موضوع العلامة، إذ لا تفكير بلا علامات ولا علامات إذا لم تتضمن هذا المحتوى الفكري، كما أن هذه العلامات ليست هي عملية إبدال شيء بشيء كما جرى تعريف الشائع الذائع للعلامة. العلامات تمثيل وكل تمثيل تأويل، ولهذا لاحظنا بأن المحاضرة جنحت إلى الطرح التأويلي في تفكيكها للخطابات التي تناولتها إن على صعيد النصوص أو على صعيد الصور والأيقونات، ثم لم تكتفي أن هذا المنهج الذي سلكه الدكتور محمد لم يكتفي كما تميل إلى ذلك السيميائيات الوصفية أنها تكتفي بالوصف، وإنما تنتقل إلى موضع التفكيك والنقد، وهذا جوهر الدرس السيميائي. إذن حتى لا أطيل عليكم أترك للحضور الكريم، وأبدأ بأن هناك سبق بأن رفعوا اليد أمام دكتور خليفة، الدكتور منصف والدكتور خليفة. دكتور خليفة المشيب، السلام عليكم. نعم. السلام عليكم، معكم الدكتور منصف شعرانة. الدكتور منصف، الدكتور منصف شعرانة من الجامعة التونسية، أستاذ التعليم العالي في جامعة الملك خالد.
نعم، وبعده الأستاذ صالح والأستاذ الدكتور أحمد عفيفي، دكتور خليفة، والدكتور خليفة، والدكتور الدكتورة فاطمة عبد الله، وبعد يعني نعطي المجال الآخر. أنا أقترح بأننا نستمع إلى الأسئلة ونجمعها، وللدكتور محمد بعد أنه أن يجيب على جملة، وننتقل من طور إلى طور آخر. تفضل دكتور منصف. شكرا جزيلا للدكتور ناصر على هذا الصالون الأدبي الجميل، شكرا لإدارة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، حقيقة رشيقة جدا واستفدنا منك جميلا، ولسعادة الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي كانت مداخلته في غاية الإمتاع والمؤانسة على حد عبارة المفكر الكبير أبو حيان التوحيدي. إن المحاضرة في الحقيقة ليس استعراضا وليس تكديسا لمعلومات حول الخطاب، بل هي تدبر وتفكير وإعلان لموقف من الخطاب. الخطاب أكبر من النص، الخطاب أكبر من المنهج، الخطاب ثقافة وحضارة وفلسفة على حد بول ريكور في كتابه دي تكست أ لاكسيون، في كتبه الأخرى كونفلي دي زانتربريتاسيون، وقد استدل أيضا بميشيل فوكو أركيولوجي دي تكست حفريات المعرفة. فعلا تطرح هذه المحاضرة على الباحثين اليوم وعلى المفكرين والمشتغلين بالخطاب، سواء كانوا في اللسان، لأن الخطاب بين قوسين لا يشغل فقط اللسانيين، ويشغل المنظرين الأدب، يشغل اللسانيين، يشغل المؤرخين، يشغل الفلاسفة، وكان للفلاسفة دور كبير في الحديث عن الخطاب والتنظير للخطاب. إذن الخطاب ينهض على يعني على العقل الجمعي كما يقول محمد عبد الجابري المفكر المغربي. والخطاب إذن ليس مفرداً، بل كما يقول أستاذنا الكبير عبد السلام المسدي وأستاذ الجامعة التونسية، الخطاب متعدد، c'est un texte pluriel وليس مفردا. إذن هو من الاختصاصات البينية. يعني أنا أستغرب من بعض الباحثين أن يجعل الخطاب في منهج معين، مثلا في المنهج البنيوي، في المنهج التداولي، في المنهج كذا، ولكن الخطاب اليوم بالمفهوم الحديث فيما بعد الحداثة التي فجرت النص والتي تجاوزت النظرية البنيوية وأصبحت من التاريخ من الماضي، الخطاب هو مجموعة من المناهج، مجموعة من الرؤى، لأن كما قال الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي، الخطاب يشف عن ثقافة العقل الجمعي، أو وهو قال الخطاب الجمعي والجابري قال العقل الجمعي. ولذلك أتساءل اليوم إلى أي مدى، حتى لا أطيل، أن يطور الخطاب الذهنية الثقافية العربية، ونحن ننتمي إلى فضاء ثقافي عربي. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور منصف، أرجو الاختصار، يعني التعقيب قليل وتوجيه الأسئلة. الكلمة الآن الأستاذ صالح. شكرا جزيلا دكتور أحمد، وشكرا لصالون عبد الناصر هلال، والشكر الجزيل أيضا للدكتور محمد ربيع على هذه المحاضرة العلمية القيمة، التي أرجو أن أكون قد استوعبت يعني قدرا يسيرا منها. لدي بعض الأسئلة أطرحها على الدكتور، وهي أسئلة بريئة فيما يبدو لي. السؤال الأول هو: لماذا تلجأ هذه النصوص لإخفاء الخطابات أو بعض أبعاد الخطاب
في الوقت الذي هي الذي تكون فيه معتقدة بها أو تعتقد بها، لماذا تلجأ إلى الإخفاء طالما أن هذا الخطاب خطاب يعتقد به المجتمع أو العقل الجمعي؟ السؤال الثاني، هل كل نص فردي يتضمن علامة لمخبوءات بالضرورة؟ أليس هناك نصوص فردية لا تتضمن هذه المخبوءات بالضرورة؟ السؤال الثالث، هل الثغرة أو القطع في اللوحة التي اطلعنا عليها دائما سلبي المحتوى، هل الثغرة دائما سلبية؟ ألا يمكن أن تكون هذه الثغرات إيجابية وليست سلبية؟ يعني أغلب الأمثلة التي أوردتها دكتور محمد يعني توحي بأن هذه الثغرات هي ثغرات سلبية وليست إيجابية. والسؤال الأخير، ماذا نسمي هذا الخطاب المضاد المتشكك للخطاب الذي تصوره أو تنبعث منه؟ وشكرا جزيلا. هذه الأسئلة الوجيهة. والآن الكلمة للأستاذ الدكتور أحمد عفيفي، تفضل أستاذ دكتور. شكرا معالي الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أبا يعقوب على هذه الإدارة الجميلة الهادئة الرزينة القيمة. أقدم الشكر أيضا للصديق العزيز الدكتور عبد الناصر هلال على حسن اختياره للضيوف والمقدمين أيضا، ويعني القضايا المطروحة على قدر كبير من الأهمية. نحن الليلة نقف أمام يعني عالم كبير وأستاذ مجدد في كثير من الاحترام والتقدير، الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي، قيمة سامقة شامخة في حقل اللغة والأدب والخطاب واللسانيات. شكرا له على هذا الطرح المفيد، وأدخل مباشرة إلى ثلاث أسئلة. السؤال الأول، يا سيدي العزيز الأستاذ الدكتور محمد ربيع الغامدي، استطعنا أن نلمح في حوارك عن الخطاب، نلمح أهمية الصورة في حديثك، وهذا صحيح وأنت محق بذلك، فنحن في عصر الصورة كما تشير يعني كما يشير كثير من النقاد وكثير من الكتب أيضا. السؤال مباشرة، لأي حد يمكننا توظيف الصورة وهي جزء من الخطاب في تعليم اللغة العربية نحوا وصرفا وصوتا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، تحدثت ومن خلال الشريحة التي تفضلت طرحها علينا أن تغيير الخطاب الاجتماعي يؤدي إلى تغيير النظام، وهذا شيء صحيح. طبيعة الحال يمكن أن يكون ذلك سلبا، يعني يمكن أن يتغير الموقف من السلب إلى الإيجاب أو العكس. هل يمكن أن تتكرم علينا بإعطاء مزيد من التفصيلات وتقديم النموذج سواء كان للسلبيات أم للإيجابيات في قضية هذا التغير في النظام الخطاب الاجتماعي؟ السؤال الأخير، من منطق علاقة، تفضلت بالإشارة إلى علاقات الخطابات ببعضها، وأشرت إلى أن النص المفرد يعني يستطيع أن يحمل مجموعة من الدلالات، وبطبيعة الحال يعني علاقة الخطاب النص المفرد يعني يمكن أن يمثل شيئا من وجهة النظر الجمعية، وربما يثير شيئا آخر من وجهة النظر الفردية من منطق علاقات الخطاب. هل يمكن أن تعطينا مزيدا من فكرة النص المفرد والنص الجمعي والنظر إلى النص باعتبار هذين المحورين؟ شكرا لكم. شكرا دكتور أحمد يوسف. شكرا دكتور أحمد عفيفي. الآن الكلمة للصديق دكتور خليفة.
شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور محمد ربيع الغامدي على هذه المحاضرة التي أثارت فيها كثيرا من التساؤلات وكثيرا من الأفكار، وأشكر جميع الزملاء الذين أعرف البعض منهم، وأشكر الدكتور يوسف الذي التقيت به في بيروت في مؤتمر ما. شكرا جزيلا. أولا، هناك عديد من الأسئلة، سأقف عند سؤالين فقط. السؤال الأول، لماذا اكتفيت يا دكتور محمد بمحور الاختيار ومحور التوزيع؟ صوت الصوت يا دكتور خليفة، يعني لماذا اكتفيت؟ لماذا اكتفيت؟ الصوت راح يا دكتور. لا ما راحش، عندي يشتغل الحين عاد. قلت لماذا اكتفيت بالمحور الأفقي والمحور العمودي في التحليل، والحال أن هذين المحورين قد ولى زمنهما منذ سنة 1938 وأضيف إليهم محور التداولية والبراغماتيك، وأضيف فيما بعد محور سوسيو براغماتيك التداولية الاجتماعية. وأعتقد أن تحليل الصور يندرج ضمن المحور سوسيو براغماتيك أو لاسيميولوجي أو سوسيو سيميولوجي كما أصبحت تسمى الآن. فالمقاربة قديمة جدا. اثنين، هل تعتقد فعلا أن هناك نص شفاف؟ ومنذ أرسطو قد عرفنا أن النصوص هي نوعان، نوع شفاف وهو النص العلمي، والنصوص الأدبية أو الخطابات هي نصوص غامضة وتشتغل بطريقة حلزونية سبيرال مثل ما تفضلت بالقشور. يعني هذه فكرة قديمة من عهد أرسطو، هذه القشور ليست جديدة. ثالثا، أنت تحدثت على نوع معين من الخطابات وهو الخطاب المؤرشف، وأعلمك وللزملاء الكرام صدر كتاب حديث ترجمته وصدر منذ أسبوع حول الخطاب وتحليل الخطاب، وأنت اكتفيت بمفهوم الخطاب في المدرسة الفرنسية فقط ولم تتجاوز السنوات 70، يعني فوكو وبيكن وغيرهم، يعني التحليل النفسي التاريخي يعني فقط، والنصوص الجميلة يعني ستوندر تكست يعني النصوص الأدبية، في حين أن الخطاب وتحليل الخطاب برز أصلا في المدرسة الأمريكية وهي الأكثر وضوحا من المدرسة الفرنسية. المدرسة الفرنسية لا زالت تتخبط إلى اليوم، يعني لا تفرق بين النص والخطاب. أنا كنت حاضر مع كيربراتور كيوني في 2007 في محاضرة من هذا النوع بين النص والخطاب، وفيها كثير من كبار العلماء الفرنسيين لا زالوا يخلطون بين النص والخطاب. وأنت ذكرت فيركلاف اشتغل على النصوص في علاقتها بالمجتمع، ويعتبر على الخطابات في علاقتها بالمجتمع، ويعتبر أن الخطاب هو الشفوي فقط لا علاقة له بالمكتوب، فالمكتوب هو النص، ولذلك جاءت لسانية النص لتحل مشكلة كبيرة طرحت في أوروبا في الستينات والسبعينات، كيف نفرق بين تحليل الخطاب وتحليل النصوص، فأبدعوا أو أنتجوا هذا العلم الجديد الذي سمي بلسانية النص. أعتقد أننا عندنا في الوطن العربي إلى اليوم، وأنا أتابع هذه المسائل، هناك خلط كبير بين الخطاب والنص وتحليل الخطاب ودراسات الخطاب ويعني لسانية النص، وهذا يربك كثير من الباحثين ومن القراء. فسؤالي، هل يوجد خطاب دون تحليل خطاب؟ هذا أولا. هل تحليل الصورة هو تحليل النص أو تحليل الخطاب؟ شكرا دكتور خليفة. نعم. الآن سأعطي الكلمة إلى الصوت النسوي حتى لا نبقى في السلطة الذكورية. معنا دكتورة فاطمة، وبعد الدكتورة نعيمة، ثم الدكتور فهيم، ثم البقية، يعني نحيل الكلمة إلى الدكتور محمد سعيد لكي حتى لا تتضخم الأسئلة يجيب عنها، ثم نأتي إلى المرحلة الثانية. وأرجو من الذين تداخلوا وقد أن
أن يحذفوا إشارة اليد هذه من الشاشة. تفضلي دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور. حقيقة في هذه الليلة الجميلة لن أكثر الكلام، كما هو معروف عنا نحن النسوة أننا يعني نحب كثرة الكلام، لكن سأحاول أن أختصر احتراما لمقام الجامعتين العريقتين اللتين أشكرهما، وأشكر جميع من ساهم في هذا اللقاء، كما أشكر بطل هذه الليلة. واسمح لي دكتور أحمد عفيفي أن أستعير منه كلمة مجدد التي وصف بها دكتور محمد ربيع. أتفق معك تماما دكتور محمد. تفضلي مسموح لك يا سيدة الفضلة، تفضلي. شكرا. نعم الله يزيد فضلك، شكرا. أتفق معك دكتور محمد تماما في يعني فيما رميت إليه في مصطلح التوظيف، بصرف النظر عن يعني تشريعه السياسي أو غير ذلك، في أنه مصطلح قد يكون فيه عنصرية، لكني أختلف معك تماما في نقدك السياسي لرواية الرواية التي عن عمر رضي الله عنه، في أنه الرواية التي ذكرت لما تفقد المرأة وهكذا. لماذا؟ لأن الحاكم في تلك الفترة هو الأب، هو الإمام، هو القائد الحربي، هو كل شيء. فيعني لم تكن، وطبعا يعني حضرتك أعلم بذلك، لم تكن البيئة وصلت إلى جزء من المدنية في ذلك الوقت، وإن كان عمر رضي الله عنه بعد ذلك أسس للمدنية. هذا شيء. الشيء الثالث أو النقطة الأخيرة التي أرغب في إضافتها، أن يطلب من شركات الإعلان الاستعانة باللغويين، لأن النص اللي ذكرته خطير جدا في ترويج لمنتجات مكروهة استعانوا فيها باللغة، فاللغويين في رأيي أقدر على صناعة هذا الأمر، ولكم الشكر الجزيل جميعا على يعني هذه الليلة الماتعة. شكرا لك. شكرا دكتورة فاطمة. دكتورة نعيمة. السلام عليكم، تسمعني دكتور؟ وعليكم السلام، تفضلي نسمعك. تحية طيبة للجميع، شكرا للدكتور عبد الناصر هلال على هذا الصالون، شكرا أستاذنا دكتور أحمد يوسف، سعيدة بمعرفتك في هذه الأمسية، أعرفك بكتاباتك الآن وجها لوجه، شكرا لكم دكتور، شكرا للدكتور محمد ربيع غامدي على هذه المحاضرة القيمة. فقط سبقني الزملاء في بعض الأسئلة وأكمل البقية في هذه المحاضرة الماتعة جدا، شكرا لك محمد دكتور محمد ربيع الغامدي، ولكن فقط عندي بعض الأسئلة وسأكون موجزة قليلا. بين تفريقاتك بين الخطاب الجمعي والنص بصيغة الفردانية أو الفردية، لو نقول يا دكتور أن الخطاب قديما هو القدرة على التفكير، والخطاب الآن بما أنك تطرقت واستعنت بنورمان فاركلوف في كتابه تحليل الخطاب، الخطاب مؤسس معرفة محكوم بنظام متعدد الإكراهات، هكذا في كتاب فاركلوف. تحليل الخطاب عنده يأخذ بعد لساني اجتماعي نفسي أنتروبولوجي، والنص في ثقافتنا العربية، وأنت أعطيت باعا في هذا المجال، النص بناء على ما لغة الرفع والإظهار. إذن بناء من هذا الثنائية التي قمت بطرحها يا دكتور، لماذا اللجوء إلى التفرقة بين النص والخطاب؟ وسبقني الدكتور من تونس الشقيقة، لأنه لحد الآن هناك خلط كبير بين المصطلحين، ونسي لسانيات الخطاب في حد ذاته، لسانية نص، لسانية الخطاب، لسانية تلفظية، خلط كبير بين المصطلحين.
لماذا اللجوء إلى التفرقة بين النص والخطاب في ظل وجود دراسات عديدة تجنح إلى المساواة بينهما، بل وسيطرة الخطاب في كثير من الأحيان في ظل صراع مدرسة المدرستين الفرنسية والفرنكفونية؟ الأمر الذي يحيلني إلى سؤال آخر في حديثك عن النص الفردي، والحقيقة أن هناك ما يسمى بين الفرق بين النص الأحادي والنص المتعدد، لأنه نحن نبحث في النص عن معنى، وأبرزت القشور وهذا مثال لرولان بارث عندما شبه النص بحبة البصل الضخمة. إذن هناك نص أحادي والنص المتعدد، أين هذا في هذه المداخلة دكتورنا الفاضل؟ سؤالي بعده، حديثك عن نظام الخطاب عند فاركلوف، وفي الحقيقة هناك كتاب قائم بذاته لميشيل فوكو وأنت استعنت به، وفاركلوف لم يبتعد كثيرا عما طرحه نظام فوكو في كتابه نظام الخطاب. النقطة الثالثة أو الرابعة، ثنائية الاختيار والتوزيع. أنا أقول لك هناك من يقول الخطاب، باتريك شارودو، الخطاب يساوي النص أو الملفوظ زائد ظروف الإنتاج، إذن أضيف ما يسمى السياق. والآن تجديد السياق، ما هو تجديد السياق؟ أن نضع النص القديم في سياق جديد. أين نجد هذا؟ نجده في المثل المضرب والمورد، يعني أحيانا عندما نحصر في الزاوية أحدنا يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذه قيلة زمان ونتوضع في نص حالي بسياقها الجديد. وأمل دنقل كشاعر أو خطاب كتمثيل فقط استعان بكثير من شعر المهلهل ووظفه في قصائده وقصائد المتنبي ومنحها دكتورة نعيمة حول الاختصار أرجوكي. بقي سؤال واحد فقط، في ظل زحام الخطابات هل يوجد فعلا خطاب جمعي، خاصة وأن نيدا فاركلوف وكذا هما حاولوا معالجة المشكلات الاجتماعية الموجودة في هذا الخطاب؟ يعني الآن خطاب كورونا هو خطاب جمعي وهم يميلون إلى العلمية، ونحن نبحث عن الخطاب في لأنه كل خطاب هو تعبير الصورة النحت. في ظل زحام الخطابات هل يوجد خطاب جمعي كما تفضلتم سيدي؟ فالخطاب الجمعي في رأيي هو ليس إلا ميلا إلى ما يجمعنا من أفكار أو ما يجمع الجماعات الإثنية، وهذه ما تسمى الإثنية الآن. أسئلة كثيرة أترك للبقية، شكرا لكم وعلى هذه المحاضرة القيمة، سعيدة بها بكم في هذه الليلة، أمنياتي لكم بالتوفيق الدائم في ليلة طيبة. شكرا دكتورة نعيمة. أختم بالمداخلة الأخيرة على أساس أننا نتيح الدكتور محمد للإجابة ثم نعود مرة أخرى إلى المداخلات. نستمع الآن إلى دكتور فهيم وأنا سعيد بأن أستمع إليه، تفضل دكتور فهيم. شكرا دكتور، وأنا الأسعد أستاذي الفاضل أستاذ أحمد يوسف، سعيد بهذا اللقاء المتجدد معكم في صالون دكتور عبد الناصر هلال ودعوته الكريمة للأستاذ محمد ربيع الغامدي. طبعا سأحاول أن تكون أسئلتي مركزة، لا أدري من واقع ما استمعنا إليه هل ينتصر الدكتور محمد ربيع الغامدي إلى الرؤية البارتية التي تلتمس أدوات التحليل اللساني في فهم الخطابات الغير لسانية؟ ثم هل المراد بالجماعية في الخطاب مجموع الخطابات التي تقوم على تراكمية الدلالات والتي تستلزم في واقع الأمر حفرا أو استقصاء يقوم على الحفر الأنثروبولوجي لا على التقرير المباشر للمقاصد؟ ثم ثمت ربما سؤال آخر يطرح في مجال تحليل الخطاب وهو سؤال القيمية، ما هو صالح وما هو طالح، ما هو عنصري ما هو شاذ؟ ألا ترى دكتور بأن سؤال القيمية هنا ضمن الإطار الذي حددته يربك أصلا المقاربة التحليلية للخطاب، لأن تحليل الخطاب ينأى بنفسه عن لعبة فتح المقاصد؟ الشيء الآخر بالنظر إلى ما أشرت إليه في البداية عن هذا الانتصار الواضح، وإن كان لم يشير الدكتور إلى بارت ولا إلى الرؤية السيميائية، بل حتى النهج والمبدأ الذي اعتمده بارت حتى في كتابه أسطوريات بالبحث عن جزئيات الخير والشر في الصراع مثل المصارعة الحالية التي تسمى لعبة الكاتش، واقع الخطاب
وتحولات الخطاب يخضع اليوم إلى هندسة للمؤولات، وهنا أثار انتباهي غياب الرؤية المنطقية وغياب شارلز ساندرز بيرس، لأن الخطابات تبنى على الهندسة الدقيقة والذات التي تقوم على بعد نظر في وضع المؤولات. هذه المؤولات لزانتربريتون، وأنا أعني على وجه التحديد، هي التي تفتح الخطابات على الدلالات اللانهائية وتقود الخطابات إلى الدلالات اللانهائية والدلالات المفتوحة والسيميوزيس كما يسميها البعض. في 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 المحصلة أريد أن أشير إلى المأزق الذي نعيشه، وهو محاولاتنا المتكررة لإعادة تعريف وفهم، أو على الأقل فهم الحدود الواضحة بين الخطاب والنص. وقعنا في مأزق التعريف الميتافيزيقي، يعني لكثرة التعريفات لم نعد نعرف ما هو الخطاب ولا ما هو النص، ولكن ثم اتفاق مبدئي عند الغرب، لأن نحن نستلهم جل تصوراتنا النظرية من عند الغرب، من أن النص والنصوصية تظل مقترنة حصرا بالبعد اللساني، وإنما يجوز لنا استعمال الخطاب، مفهوم الخطاب والخطابات للدلالة على الأنساق اللسانية وغير اللسانية. وشكرا. شكرا دكتور فهيم. تسمح لي الحضور الآن أتيح الكلمة للدكتور محمد، ثم نعود مرة أخرى إلى من يريد أن يتدخل. تفضل دكتور محمد. شكرا يا دكتور أحمد، شكرا لكل من تداخل، أشكركم شكرا جزيلا. وما أعقبه ليس دفاعا وليس ردودا، بقدر ما هي رد للتحية وتجاوب مع ما تثيره الأسئلة، وليس إجابات على الأسئلة ولا دفاع عن ما تتضمنه الأسئلة، يعني من رؤية مخالفة لما سمعته. كل ما قلتموه بالتأكيد هو إضافة لي، لكني يعني بدلا من أن أرد على كل صديق وحده، سأختار أبرز ما رأيت أنه من المشتركات، وهي جزئية أعتقد تكررت عند كثير من الأصدقاء، وهي مسألة المصطلح. صديق دكتور خليفة المساوي هو متخصص في المصطلح وله كتاب في المصطلح، وأنا يعني مطلع على جهده، وكثير من الزملاء أيضا تحدث عن المصطلح، دكتورة نعيمة، دكتور فهيم، أخوان كثيرين تحدثوا عن المصطلح. أنا أشوف إنه المسألة قد تنزلق، إذا كنا اليوم نتحدث عن انزلاق للمدلول تحت الدال، ففي انزلاق ربما في أمرين. الأمر الأول أن يتشبث أحدنا بمسألة المصطلح، وكأنني جئت لأقدم تعريفا معينا، إذا خالف ما يتصوره عن ذلك التعريف ربما يقول لا، يعني كأنها ارتبكت الصورة. أنا أنظر إلى الأوراق التي نقدمها، أنا أنظر في توظيف المفهوم بما يخدم الفكرة، ونحن لسنا مقيدين كما يقول الصديق دكتور خليفة بقديم وجديد. مثلا لا تتعلق بقدم أو بجدة أو بمفهوم كان في السبعينات واندثر وجاء بعده مفاهيم أخرى للخطاب وللنص. أنا المسألة لا أنظر إليها من هذه الزاوية، ولا أرى أن توظيف، إذا كنا أمام سيل من المعاني لمصطلح أو سيل من التوظيفات لمصطلح، ما الذي أختاره منها؟ الحقيقة الإجابة في نظري أنا، وقد أكون مخطئا في هذا، الإجابة لست مجبرا بالتزام بما يذهب إليه فلان أو علان، بقدر ما تستطيع أن توظف المفهوم توظيفا حقيقيا يعني يخدم الفكرة التي أنت تريد أن تناقشها، وتأخذ من المفهوم ما يمكن توظيفه بشكل مبرر معرفيا وغير معتسف وغير متكلف وغير لا يدخل في الاضطراب ولا يدخل في الإرباك. أعتقد أن مسألة تجاوزنا مفهوم الخطاب عند فوكو عند إدوارد سعيد وعند الفرنسيين في السبعين، تجاوزنا
التجاوز هنا لا أخذه أنا بالمعنى الحرفي، أننا ينبغي أن كل ما ظهر شيء نرمي ما سبقه. المسألة لا تأخذ هذا البعد دكتور خليفة ولا أيضا الأصدقاء الآخرين. أعتقد أن توظيف المفهوم الفوكوي أو الإدوارد سعيدي مثلا في 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 مفهوم الخطاب بذلك الشكل، باعتبار هذه الكتلة وهذه المقولات التي تظهر عن القبيلة أنها تسمى ويصطلع على تسميتها في هذا السياق بخطاب القبيلة، وأن يمكن أن أوظف هذا المفهوم بهذا الشكل للخروج بفكرة لا أدعي لها أنها فكرة يعني جهنمية وأنها، لكنها فكرة مخدومة ومبررة بالاشتغال عليها، يعني يبررها ما تؤدي إليه من اشتغال مبرر ومعقول يعني ومقبول عند باحث آخر يقرأ فيعرف أن هذا التوظيف ليس توظيفا معتسفا. أنا أعتقد أن توظيف المفاهيم ينبغي، أو توظيف على الأقل نقول كتابة الأوراق أو كتابة البحوث أو كتابة جزئية يمكن أن تشتغل عليها شغلا خاصا، أنك تنتقي ما يمكن أن يخدم، ولكن ليس انتقاء بالمعنى الذي يمكن أن توحي به كلمة تنتقي وكأن الواحد ينتقي ما يريد ويوظف ما يريد، لا، المسألة هي منضبطة بالتأكيد. لا 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 أؤمن أبدا ولا 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 أقول بتجاوز المصطلحات والمفاهيم، بل أقول إن كل مفهوم مهما كان قديما أو كان جديدا لا يمكن الطعن عليه أو الاعتراض عليه أو قبوله بمعايير مثل هذه كالقديم والجديد، ولا بأن هناك من عرف الخطاب تعريفا آخر أو تعرف النص تعريفا آخر. السؤال ليس هكذا في نظري، السؤال هل توظيفك لهذا المفهوم وتوظيفه مبرر معرفيا ومقبول اشتغالا بحثيا له ما يبرره من الناحية المعرفية أم لا؟ هذا هو السؤال. ولذلك إذا رجعنا إلى هذه النقطة فإننا ندخل كثير من المفاهيم كثير من الطرق في الاشتغالات بهذا المعيار، بمعيار ليس لأن هذا قديم أو هذا جديد أو هذا ما وصلنا إليه في آخر شيء، ولا بد أن نبتعد عما قبله. أنا أعتقد أن المسألة لا بد أن ينظر إليها من زاوية الاشتغال. طيب هذه نقطة. النقطة الأخرى، حينما تستعرض أي اختلافات بين أي باحثين مشتغلين على أي مفهوم، ستجد أن بعضهم يساوي فعلا، هذا وجدته يساوي بين الخطاب، وقد قيل هذا أيضا في بعض التعليقات، يساوي بين الخطاب والنص. هناك من يقول بالخطابات بالجمع، وهناك من يقول بالمفرد، وهناك من يقول، لكن المفهوم أنا في نظري أنه يوظف منه الجزء الذي يسير بالفكرة نحو تشغيلها والخروج منها بفكرة ليست بالضرورة تكون صحيحة لكنها بفكرة مبررة. طيب هذا في يعني في الأمر العام الذي يمكن أن يقال بشكل عام ويكون يعني تعقيبا على كثير من الزملاء، لكن خلينا أروح إلى نوع آخر من التعقيبات يعني يجادل أو يحاور طريقة معينة في الاشتغال، وهي كما قال الدكتور مثلا الدكتور صالح معيض أن هناك قيمة، وقال الدكتور فهيم أيضا مسألة القيمة، وأني حكمت بأن هذا يعني حكما قيميا، وبدأت أن أشتغل على هذه الجزئية وكأن الحكم القيمي هو المعيار الذي يحكمه فيها. الحقيقة هذا ما أخذ، يمكن أنا أعترف أن هذا ربما وقعت فيه، لكننا ينبغي لا نتشبث بهذا وأن لا نقول إن يتحدث عن القبيح باعتباره قبيحا وعن الجميل باعتباره جميلا، لكن لنأخذها في إطار آخر ونقول إن من ينظر إليها على هذا الأساس فإن النص يعكس هذا الذي ينظر إليه بصرف النظر عن كونه قبيحا حقيقة أو كونه جميلا حقيقة.
وهذا يمكن أن يعني يرد به ويخرج به من المأزق الذي يتحدث عنه دكتور صالح. أيضا دكتور صالح تحدث أيضا عن كيف يمكن أن تخفي وهي تعتقد، كيف تخفي معتقداتها. نعم هذا سؤال مبرر، ولكن الإخفاء أحيانا يكون متعمدا حينما يكون هناك إدراك من منتج النص أن هناك قبحا ما ينطوي عليه الخطاب الذي هو يؤمن به فيحاول تجميله، أو كما مثلا قرأت الإيقونة باعتبار أن هناك شيئا ظهر دون أن يريد إظهاره، وهو يدل على قبح ما أو يدل على صفة سلبية ما. يمكن أن لا تكون سلبية في هذه الناحية، يمكن النظر فيها على أنها سمة ما من السمات، قد تكون سلبية وقد تكون غير ذلك. طيب، ولذلك هناك يقول لماذا يكون القطع سلبيا، وهذا صحيح، هذا تساؤل مشروع. المهم أنها هي استدلت من القطع على شيء قبيح ظهر دون وعي. يمكن أن نزيل صفة الحكم المعياري بالقبح أو بغيره ونأخذها في هذا الإطار دون الحكم. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا وتأخذ وقت طويل، وأنا الحقيقة كتبت بعض دروس أقلام، وحينما أعود إلى قراءتها من جديد الآن سأعيد تركيبها من جديد. أعتقد أن الدكتور أحمد تحدث عن توظيف الصورة، وأيضا تحدث عن مسألة السلب والإيجاب. كثير من الزملاء أيضا والأصدقاء تحدث عن فيركلوف واتجاهها الاجتماعي، وأنا أعتقد أني لست ملزما بطريقة فيركلوف ومنهجه واتجاهه الذي، لكن هذه المقولة التي أنا اقتبستها منه والرسم الذي رسمه ربما يكون مدخل للنظر إلى إمكان، وأنا كنت أتحدث وقتها عن إمكان أن يتغير، وهذا فقط يعني إجابة عن سؤال هل بالإمكان أم لا يمكن أن تتغير، فهو جاء في هذا السياق، سياق الإمكان وعدمه. الدكتور خليفة أيضا تحدث عن المحاور، وأقول فيها نفس ما قلته في مسألة يعني تطورت المسألة إلى أن أصبح هناك محاور غير المحورين. لا أعتقد أن الموضوع أيضا تجاوزه، ولا يمكن أن ننظر إلى المسائل بأنها تم تجاوزها، أعتقد هذا أنا. ولذلك هناك مفاهيم متعددة كما قلت أنا للخطاب، وهو مفاهيم متعددة للنص، وأعتقد أن أطروحة الورقة أو سؤال الورقة هو الذي يبرر تجاوز كثير من المصطلحات أو عدم التقيد بها. أعتقد أنه هو هذا المبرر. المبرر هو الخيط الذي تشتغل عليه الورقة، وهو الأطروحة التي تزعم أن هذه العلامات يمكن النفاذ منها إلى الوصول إلى إشارات أو إلى مفاهيم معينة في الخطاب. قد تكون النماذج أحياناً غير صحيحة، يعني نحن، وأنا دائما أقول حتى لطلابي، أقول أنا أحيانا أكره، لا أحب التمثيل أحيانا. لماذا؟ لأننا قد يستهوينا النموذج أو المثال ونختلف عليه ونترك أصل الفكرة التي أورد المثال كنموذج لها أو للتدليل عليها. إذا كانت التطبيق بهذه الأمثلة لم يكن مطابقا، فهذا لا يعني بالضرورة عدم صحة الفكرة. قد نختلف على المثال ولكن نتفق على الفكرة، وقد يكون العكس، وقد يكون الاختلاف على الفكرة. لكن على كل حال، كل ما سمعته، وليعذرني من لم أسمي بالاسم وهم كثيرون يعني، لكن تضمن بعض ما أشاروا إليه في أثناء الكلام، وهم دكتور المنصف، دكتور أحمد والأستاذة فاطمة. خلوني بس أعلق على كلمتين، كلمة قالتها الدكتورة فاطمة، الأستاذة فاطمة عبد الله، وقد بدأت بها حديثها، اللي هي كثرة الكلام عند النساء، أو النساء معروفات بكثرة الكلام. أعتقد أن هذه من مقولات الخطاب التي رددتها من سمتهم روبن في الرواية
بأنهن تدربن على أن يقولن ما ما أريد لهن أن يقولنه. أما مسألة مروية الدكتور مروية عمر التي ذكرتها الأستاذة فاطمة، فبصرف النظر عن يمكن أن تقرأ المروية من هذه الزاوية باعتبار معايير أخرى غير معايير الحاكي الذي حكاها أو بغير معايير الخطاب الذي أنتجها. لكن في النهاية، في النهاية أنا لا أنظر إلى كل روايات الخلفاء إلا إلى مسألة أنها تقدم شخصيات من ورق وليست شخصيات كما هي عادة السرد. دائما حكايات التراث أنا أتصور أن شخصيات هذه الحكايات هي شخصيات من ورق وليست شخصيات من لحم ودم، ولذلك يجوز في أن نقول فيها وأن نقولها ما نعتقد أنه صواب وقد يحتمل الخطأ لا شك. عموما أعتذر ممن لم أذكر لأني ما ذكرت إلا أمورا بإجمال، والدكتورة نعيمة سعدية أيضا هي تقاطعت مع كثير من المسألة المصطلحات التي تحدث عنها الدكتور فهيم والدكتور خليفة. أعتذر ممن لم يغطي كلامي ما تفضل به، وأنا أيضا مع الدكتور أحمد في محاولة الاختصار لعدم الإطالة والاستماع إلى مزيد من الأخوة والأخوات في الجزء الثاني من التعليقات. تفضل دكتور أحمد. شكرا دكتور محمد على هذا التوضيح وهذا الإثراء الإضافة. أنا فقط أردت إضافة إلى ما قلت، وهذا ربما أنا أقتطع الوقت وأبدي هذه الملاحظة، أن كثير من الأطروحات والدراسات يعني تستند إلى الأمثلة، والأمثلة أحيانا مضللة للمعرفة. وكما قلت صحيح أن أحيانا النقاش ينصرف إلى المثال ويغفل عن الأطروحة داخل الدرس الذي نقدمه. هذا شيء مهم جدا فيما ذكرت. الآن لنا مداخلة للدكتور عبد الله خليف إذا كان موجودا، وبعده عندي اسم ما في اسم ام اتش، والدكتور إبراهيم جمهور. لو أتمكن من المداخلة لأني لا أستطيع أن أضع علامة اليد. نعم دكتور عبد الله هريدي. نعم والدكتور عبد الله، إذا تفضل دكتور عبد الله. نعم عبد الله خليف. عبد الله هريدي أنا. يا خليف، دكتور عبد الله خليف كان موجود. إذا دكتور إبراهيم، إذا دكتور إبراهيم للوقت يعني. المتداخل اللي رافع يده والاسم ام اتش. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف بنفسي، أنا دكتور محمد الحامد، استشاري الطب النفسي في مدينة جدة. حقيقة بداية أشكركم شكر جزيل على جمال المحاضرة هذه اللي ألقاها الأستاذ الدكتور محمد الربيع الغامدي. كانت محاضرة ثرية ومليئة بالكثير من المعلومات الجيدة. لا أريد أن أطيل اختصار الوقت وللسماح للبقية بالمداخلة، لكن كوني مختص في الجانب النفسي، أنا أجد وإنسان حقيقة أنا يعني العلوم الإنسانية تشدني بشكل كبير. قرأت كثيرا لميشيل فوكو ولغاستون باشلر وبوريكور وغيرهم. حقيقة في تداخل كبير جدا ما بين السيميائيات وما بين العلوم النفسية والعصبية، تداخل كبير جدا حقيقة. يعني بداية الأمر تبدأ من عبقرية العلم النفس سيغموند فرويد، صاحب الفضل في اكتشاف العقل اللاواعي، ومنه انبثقت أفكار كثيرة حقيقة. في مقدمتها موضوع السيمياء، أو من ضمنها وليس في مقدمتها، موضوع السيميائيات.
بالاختصار سيغموند فرويد عندما تحدث عن العقل الواعي والعقل اللاواعي كأننا نتحدث أيضا في المقابل في جانب اللغوي عن الخطاب وما يخفيه الخطاب، الخطاب في جانبه الواعي وفي جانبه اللاواعي. حقيقة الوعي يشكل قلق وهاجس دائما نوع من السلطة والرقابة على اللاواعي، وهذا ما يشرح كثيرا لماذا نحتاج إلى التأويل وإلى فهم الدال والمدلول والسيميائيات وما تخفي خلفها من معاني، كما تحدث عن ذلك كثيرا علي حرب في ثلاثيته نقد الحقيقة ونقد النص والممنوع والممتنع. فأيضا هنالك بعض الأمور في الجانب النفسي ذات العلاقة، من ضمنها آليات الدفاع النفسي أيضا ممكن توظف في لغة الخطاب، من ضمنها الإزاحات التي تستخدم، من ضمنها الإسقاطات التي تستخدم، من ضمنها فلتات اللسان التي أحيانا قد يبوح بها اللسان فرارا من سلطة الوعي وينطق بها اللاوعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أحيانا. من ضمن الأمور اللي أود أيضا التعليق عليها في عجالة أيضا حتى لا أطيل، أرجو دكتور الاختصار ما أمكن. باختصار شديد موضوع السلك كت أيضا، ربما المرأة عندما تدخن السلك كت ليس فقط بوازع أو ناتج عن مازوخية فقط، وإنما في آلية نفسية أخرى تسمى التماهي مع المعتدي. التماهي مع المعتدي هذه تفسر السلطة الذكورية في المجتمعات البطريركية الذكورية وقوة السلطة، وبالتالي الضعيف فيها قد يتماهى مع المعتدي اللي هو صاحب السلطة حتى يحاول أن يكون موجود على مسرح المشهد بكامله. شكرا لكم. شكرا. يعني نحن سعداء بأن يكون في المحاضرة يعني تنوع في الاختصاص، وسنجد بأن السيميائيات وصفت بأنها علم إمبريالي، يعني استطاع يستولي على جميع المعارف الأخرى لأن كل العلوم تنطلق من العلامة. الآن الكلمة إلى الدكتور إبراهيم جمهور إذا كان موجوداً، إذا لم يكن موجوداً الكلمة للدكتور عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. بداية أشكر الأستاذ الدكتور عبد الناصر هلال والأستاذ الدكتور أحمد يوسف والأستاذ الدكتور محمد بن ربيع الغندي على هذا اللقاء الماتع. هناك استفسارات، ما مدى ارتباط التجارب الشعرية التي تعتمد على الرموز المرسومة وتشكيل الكلمات والحروف بصرياً بمفاهيم العلامات على نحو جدي؟ لدينا مثال ما كتبه أدونيس وبعض شعراء ما سمي بقصيدة النثر كرفعت سلام رحمه الله. ما يعني كيف يمكننا أن نؤول هذا الكلام وأن يكون مثل هذا تأويل له قيمة حقيقية؟ هل هذا مثل هذا الإبداع أيضا يمكن أن يكون له قيمة في هذا السياق؟ جزئية أخرى وهي بالنسبة لجمع الخطاب، كان دكتور خليفة تحدث عن أن هناك ما لا يفرق بين الخطاب والنص إلى آخره. الحقيقة هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بمفهوم كلمة الخطاب. هل هو الخطاب الشفاهي فقط؟ هل هو الشفاهي والمرئي فقط؟ هل هو الشفاهي والمرئي والنصي؟ هل هو النصي؟ يعني ما ماهية هذا، أو كيف نفهم ماهية هذا الخطاب؟ الخطاب عندما يكون شفاهيا في خطبة لزعيم أو قائد أو رئيس حزب سياسي أو أيا كان هذا الشخص، يكون أثناء الحديث هناك عوامل متعددة تحكم هذا الحديث أو هذا الخطاب الذي يتحدث به. طيب عندما يتم تسجيل هذا الخطاب يخضع مثلا لعملية مونتاج،
تحذف أجزاء منه أو كذا، أو تتلاعب أحيانا في بعض الأخطاء التي تفوه بها. عندما يتم تحويل هذا الخطاب المسموع الذي تم تسجيله إلى نص، تكون هناك معالجات أخرى، هناك إشكالية لا أعلم كيف يتم حسم مثلها. بالنسبة أيضا لكلام دكتور خليفة عن استدعاء أو إهمال، عفوا، للاتكاء على نصوص من السبعينيات أو مقولات قديمة، حتى الآن ما زلنا نتناول مقولات أرسطو، مقولات عبد القاهر وغير هؤلاء. فالعلوم الإنسانية ظني ليس فيها قديم وحديث، خصوصا علوم الأدب، وليس فيها صواب وخطأ في تقديري أنا وأدرس هذا لطلابي. أشكركم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. شكرا دكتور عبد الله، لقد أنبت عن دكتور محمد في الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحها. يعني الآن الكلمة للأستاذة منى رويلي. السلام عليكم. عليكم. شكرا جزيلا، شكرا للقائمين على الملتقى، وشكرا للدكتور على هذا الثراء. والحقيقة فاتني جزء من المحاضرة لأنها كانت مكتظة ما شاء الله، لكن أجدني متعطشة للتساؤل بإيجاز يا دكتور عن تحليل الخطاب. هل يقدم لنا إجابة عن المؤهلين لصناعة نظام الخطاب وليس المنفعلين به، خاصة أنك أشرت إلى مسألة المدائح في التراث، وذكرت أنها تعكس ما يريده الممدوح وفقاً لوعي جمعي معين. ألا تعتقد يا دكتور في هذه المنطقة أن الشعراء المادحين في تراثنا أسهموا في صناعة نموذج الخليفة الطاغية، بالرغم من أن الوعي الجمعي يعني كان يرفض بعض مواصفات الخليفة؟ هذا تساؤلي وأجدد شكري. شكرا جزيلا. شكرا. كانت معنا رافعة يدها أستاذة دور إذا كانت موجودة. إذن أيضا كان أسامة أميرات. إذا كان ليس هناك السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أحيي هذا الجمع الثقافي الكريم على هذه المبادرات العلمية الطيبة. مداخلتي عبارة عن استفسار بسيط إن شاء الله حول جناية التأويل على النص الأدبي. هناك نصوص تحوي معنى أن نقول قصير المدى في الإشارة وفي الدلالة وفي العبارة، ولكن هناك بعض القراءات التي تريد أن تضخم من الأنا المعنوية داخل النص الأدبي، وهذا في رأيي جناية للنص على مقتضيات التأويل التي هي مدرجة ضمن النصوص الكبيرة التي تحمل قضية كبيرة مصيرية للأمة مثلا. ولكن هناك من النقاد الآن من يحاولون لي عنق هذه النصوص البسيطة، خاصة مثلا النصوص التعليمية، النصوص الأدبية التعليمية في مقابل النصوص الأدبية الكبيرة. والشكر أيضا موصول أولا وآخرا لمن يدير هذه الجلسة. شكرا أستاذ أسامة. أخيرا أنا أرى من الحاضرين عندنا أيضا الآن إذا الوقت يبقى فطومة، أستاذة فطومة أحمدي. نعم. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للقائمين على هذا المنتدى،
الذي يعد نواة رئيسة وهامة لبث وعبط يعني جسور التواصل بين الأساتذة الجامعيين وبين المثقفين بشكل عام العربي. فأقول بالنسبة لهذا الموضوع الهام والهام جدا المتمثل في الحديث عن خصوصية كل من النص والخطاب، فأقول بأن النص والخطاب باعتبارهما وحدتين طبعا يجب أن ينظر من زوايا عدة. هذه الزوايا التي يجب أن ينظر إليها من خلالها أولا يعني اختلاف الرؤى واختلاف المناهج كذلك. هناك من يرى إليها من خلال الحجم باعتبار أن حجم النص مثلا أو الخطاب أكبر من حجم الجملة، فمثلاً عند زيليغ هارز باعتباره ربما المؤسس الرئيس للتمييز بين الخطاب وبين الجملة في تأسيسه للخطاب، فنجد أنه انتقل نقلة حجمية نقول، بمعنى أنه انتقل من الجملة باعتبارها سابقاً تعد أكبر وحدة لغوية قابلة للتحليل إلى مجموعة من الجمل التي يعتبرها مؤسسة للخطاب. هناك رؤية أخرى ترتبط بطبيعة الكتابة وطبيعة التلفظ، فمثلا عندما نقول الخطاب نقول تنتجه اللغة الشفوية بينما النصوص تنتجها الكتابة. إذن كل منهما يتحدد بمرجعية القنوات التي يستعملها. إذن هنا التركيز سيكون حول القناة. إذن هل القناة هي قناة نطقية بين المتكلم وبين السامع؟ وعليه فإن ديمومته مرتبطة بهما لا يتجاوزهما، بينما النص فإنه يستعمل نظاما خطيا وعليه فإن ديمومته رئيسة الزمان والمكان. إذن ونجد هناك منظورا آخر مثلا يرتبط أو يميز بين الخطاب وبين النص عندما يرجعه إلى نقول وحدته المعجمية أو أصوله المعجمية، فنقول بأن النص يعني الرفع، فنقول نصصت الشيء بمعنى رفعته، نص الحديث بمعنى ينصه نصا أي رفعه، بينما الخطاب تشير مادته المعجمية إلى مدلولات لغوية فتدور غالبا حول مراجعة الكلام وفصل الخطاب مثلا الحكم بالبينة وغير ذلك. إذن فلذلك نجد هذه الاختلافات بين الدارسين من خلال هذه المرجعيات التي يعتمدونها. هناك من ربما يتجاوز كرمتي اختصري إذا كان عندك سؤال لأن الوقت يعني دهمنا. نعم شكرا جزيلا أستاذي الفاضل. السؤال ربما الذي يطرح نفسه بقوة هنا، لماذا يطرح هذا الاختلاف بين النص وبين الخطاب؟ لماذا لا نستطيع أن نوحد هذه المنظورات وهذه ربما المرجعيات التي نعتمدها في تمييزنا بين النص وبين الخطاب؟ لأننا يعني هذه المنظورات وهذه المرجعيات كما قلت المختلفة هي التي أوصلتنا إلى هذا الاختلال وهذا الاختلاف بين الدارسين. فلماذا لا نسعى إلى توحيد الرؤى وتوحيد الزوايا التي ننطلق من خلالها للتمييز بين النص وبين الخطاب؟ وشكرا جزيلا. شكرا أستاذة فاطمة. قبل ما أتيح الكلمة إلى الدكتور محمد، أنا أرى بالحضور معنا إذا كان موجود نريد أن نسمع صوته دكتور سعد مصلوح إذا كان موجودا معنا. نعم موجود يا دكتور أحمد. نعم إذا يعني نريد أننا نستأنس برأيه ويثري لنا هذا اللقاء. دكتور سعد مصلوح لا يسمع الآن، ربما أنه لا يسمع. لا يسمع موجود الآن ويرفع يده. نعم يرفع يده دكتور. تفضل دكتور سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يعني الندوة بتطرح مفهوم إشكالي و...
طبيعي جدا أن تشتجر الآراء، وأنا حضرت فعلا للاستماع والاستمتاع ولوصل الحبل بالأصدقاء الكبار الأستاذ الدكتور محمد ربيع والأستاذ الدكتور أحمد يوسف والأستاذ الدكتور خليفة وغيرهم وغيرهم. فأنا شاكر جدا جدا لهذا الاستدعاء لكي أبلغكم فرحتي وشكري واستمتاعي بهذا المنتدى، وأعتذر لأنني دخلت متأخرا فعلا فلم أسمع جزءا كبيرا من المحاضرة لظرف ألم بي، فتحية لكم وشكرا. شكرا للدكتور سعد مسلوح، متعاك الله بالصحة والعافية. أكرمك الله. إذا سمحتم لي أنا أريد أن أطرح سؤالا أو تعقيبا بسيطا، وهو أن من خلال الاستماع إلى المداخلات والأسئلة نحن بحاجة إلى إجراء منهجي قد يوافقني فيه الدكتور محمد، وهو أن لابد من ضبط المفاهيم. واعتقد أن المناطق عندهم تعريف فيما يخص المفهوم وما صدق، ويقولون فيما يقولون كلما اتسع المفهوم ذاق المصدق، وكلما تقلص المفهوم يعني اتسع المصدق، ومدار الأمر على ضبط المصدق يعني لتشعبه. ولعلنا في هذه المحاضرة نحتاج إلى نظرية برتناد راسل في نظرية الأنماط ونظرية الأوصاف، ونعتقد أن سيكون من الأمر اليسير لو أضفنا صفة للخطاب وللنص، فسيكون الأمر أقل إشكالاً عندما يكون المفهوم مجرداً من الصفة. فأنت عندما تتكلم على الخطاب العلمي غير أنك تتكلم على الخطاب التخييلي، وذلك الشأن عندما تتكلم على النص الديني غير أن تتكلم عن النص الأدبي. ومن هنا نجد بأن هذا الإجراء المفاهيمي مهم في ضبط الأمور. كما أنني أيضا وما استمعت إليه أننا بحاجة إلى بعض المرجعيات التي تساعدنا في تفكيك الخطابات، ومن بينها هذه المرجعيات بعضها يتعلق بالمنطق وبعضها يتعلق بالفلسفة، وتحديدا أنا تحضرني الفلسفة الظاهراتية أو الفيمونولوجية عند هيوسر، على الرغم من أنني أعتقد أن داخل هذا المنطق وهذا الفلسفة الصارمة كما يريدها هيوسر تتضمن في داخلها منعطفات تأويلية. وهنا أيضا لابد أن نعرج على الأنطولوجيا الأساسية التي أراد أن يؤسسها مارتن هايدغر في مسألة الإجابة عن سؤال الكينونة الذي تقدمه لنا الخطابات والنصوص. ومن هنا فإن كما قال الدكتور منصف في أول مداخلة أن موضوع الخطاب موضوع بيني يعني، ولهذا فهذه المحاضرة هي محاضرة لماذا أثارت كل هذه الأسئلة، لأن موضوعها تتشعبه كثير من المعارف. فإننا نحن أمام التحليل السيميائي الذي يستند أيضا إلى اللسانيات وإلى المنطق وإلى الأنثروبولوجيا وإلى الفلسفة وغيرها من هذه الأمور. وأنا أعتقد أن محاضرة الدكتور محمد قيمتها فيما أثارته من أسئلة، وأنا أعتقد بأن هذا النموذج الذي طرحه الدكتور محمد هو مثال يجب أن يحتذي به الدارس في المجال اللغوي لأن يخرج من ذلك المنهج التقليدي الضيق لينفتح على
على مناهج أخرى، لأن هذه المناهج تكسبه مهارة في التحليل وفي تطوير أدواته. وأنا سعيد كل السعادة بهذا الإدارة التي شرفني بها الصالون وباقتراح من الدكتور محمد، وشاكر لكم، والكلمة للدكتور محمد. شكراً سعادة الدكتور أحمد، شكراً جزيلاً، شكراً لك شكر خاص، وأكرر معك التحية والترحيب بالدكتور سعد مصلوح الذي بات الآن بيننا هنا في المملكة، عاد إلينا، وسعدت بسماع صوته الآن حينما استدعيته يا دكتور أحمد، وإن شاء الله نسعد به في ليالي قادمة بإذن الله تعالى. لن أعقب كثيرا إلا على مسألة فقط، يعني في العموم أنا لا أحب أن أتتبع التفاصيل، فكل ما قيل من تفاصيلها هو بالتأكيد إضافة لي وللمحاضرة وللأمسية بشكل عام. لكن أنا دائما يعني ألاحظ أن أحيانا يعني أنا أتصور وأنا أسمع بعض الأصدقاء وهو يعني يتلو ما يتلوه من تساؤلات، أتصور لو أنني لم أسميها بهذه التسمية في العنوان لاختفت كثير من التساؤلات. أعتقد أن لدى البعض من يوم ما يرى إعلان عن محاضرة بعنوان، وخصوصا مثل هذا العنوان الذي يشتمل مصطلحين، أنه يذهب ليحضر ذهنيا ما يعرفه عن المصطلحين وما يتوقعه من المحاضر حول هذين المصطلحين، فإذا سمع شيئا لم يتوقعه بدأ يعني ينبه على هذا الاضطراب أو هذه الفجوة. أعتقد أن تسمية العنوان بهذين المصطلحين النص والخطاب قد أوهم كثيرا من السامعين بأنه سيقدم تعاريف متعددة للنص والخطاب وسيختار واحدة منها، بينما ذهبت الورقة إلى مسألة تبتعد عن العنوان تماما وتشتغل على مثال يشتغل على العلامة وينفذ من العلامة إلى اكتشاف مقولات الخطاب الجمعي، وأن هناك بعض النصوص التي تصلح أن تكون في مكان هذه الأيقونة الصورة لأنه علامة أيضا، ولأن هذه النصوص هي علامات يمكن النفاذ منها إلى قراءة مفاهيم تتعلق بالخطابات الجمعية. إذا اتفقنا أولا على أن نقول إن لدينا طائفة من الخطابات الجمعية القبلية والعرقية والدينية والمذهبية والطائفية وحتى الأدبية وكثير من الخطابات هي خطابات جمعية، كما كان الخطاب في تلك القراءة يذهب إلى توصيفه بأنه خطاب أبوي ذكوري وكذا، يمكن وصف بعض الخطابات بهذه التوصيفات، وهنا دعوة إلى محاولة يعني هذه الورقة في الخلاصة، ولا يخدعنك ما سميت بتسمية العنوان، هي في النهاية هي دعوة إلى النفاذ ورؤية بعض المفاهيم المتضمنة في أعماق الخطابات من خلال النصوص باعتبارها علامات. هي هذه الفكرة التي حاولت الورقة أن تكون وفية لها بقدر الطاقة، ولكن لا يعني أعفي نفسي من الأخطاء يمينا وشمالا، وربما أيضا بعض الأمثلة التي يمكن أنني تعرضت لها لا تطابق تماما، أو قد نختلف على تطبيقها تماما لما عرضته من المفاهيم النظرية. أعتقد أن ما قلته مبرر من هذه الزاوية تحديدا، ولا أبرره مما يختزنه عقل كل منا من معرفة للمفاهيم والتعريف والاختلافات بين
هذان المفهومان أو هذان المصطلحان بما يتضمنانه من مفهومين وهما النص والخطاب، يمكن الخروج بعشرات التعريف للخطاب وعشرات التعريف للنص، ولن نصل في نهاية الأمر إلا إلى توظيف مفهوم معقول ومبرر من خلال الاشتغال والدعوة إلى فكرة كما دعت إلى هذه الورقة. وكل ما سمعته الحقيقة هو يضيف لها، هو يضيف لي أنا، وبالتأكيد أنا أكثر الكاسبين مما سمعت الحقيقة ومما أثرته هذه الورقة. يمكن هذا الكلام لا يعفيني من أن أتجاوز يعني الإجابة على بعض الأصدقاء الذين طرحوا أسئلة محددة، ومن حقهم علي أن أجيب، لكن يمكن هذه الإجابة الواسعة العامة الفضفاضة قد يعني قد تتضمن في داخلها طيّاً لبعض هذه التساؤلات، والتركيز فقط على هذه الفكرة التي أردت اليوم أن أضعها بين أيديكم وأن أشتغل فيها كما رأيتم بمحاولة توظيف شيء مشابه لما وجدته في هذا المدخل وقد اتخذته مدخلاً لها. سريعاً لئلا أطيل، لابد أن أحيي الزملاء بالإجابة عن بعض ما ذكروا. أنا أعجبني الحقيقة دكتور محمد الحامد في سكه لهذا التعبير التماهي مع المعتدي بديلاً للمازوخية، وهذا صحيح وهذا موجود، وقد أشرت وأشارت الرواية كما قلت إلى أن بعض النساء مثلاً إذا تحدثنا عن خطاب المرأة تحديداً، أن بعض النساء تدربنا كما قالت الشخصية الروائية على أن تقول ما يريده الخطاب الجمعي الذكوري منها، وهي تماهن مع المعتدي كما قال الدكتور محمد. الدكتور عبد الله تحدث الحقيقة يعني وأضاء إضاءات جميلة على الصورة والعلامة في إطار فقط توظيفها في النصوص. الحقيقة هذا شيء موازي، يعني المسألة التي نتحدث عنها هي النصوص باعتبارها حاجباً أحياناً ومجملاً أحياناً وموهماً أحياناً وشفافاً أحياناً لما يراد الخطاب أو يريد الخطاب أن يقوله أو أن يخفيه. الحقيقة الدكتور عبد الله أيضاً تحدث عن الفجوة بين المنطوق والمكتوب من الخطابات، هذا أيضاً يندرج فيما قلته أنا في مسألة مفهوم خطاب. نحن لدينا طائفة كبيرة من 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 مفاهيم خطاب ومفاهيم نص. نحن لسنا ملزمين بأن نتقيد بها كلها أو بشيء منها على وجه التحديد. الدكتورة منى الرويلي، إسهام الشعراء في صناعة الطاغية، أنا أعتقد أنه الطاغية صنعه الخطاب قبل أن يصنعه الشعراء. الشعراء وما فعلوا، وإن كان الخطاب الشعر له خطاب الخاص، لكنه أيضا يمكن أن يسهم في صناعة مفاهيم على مستوى الخطاب الثقافي الجامعي، ويكون الأدب جزءا من هذا الخطاب الثقافي. الأستاذ الذي تحدث عن قراءات تضخم الأنا، والأستاذ الذي أيضا تحدثت عن لماذا الاختلاف بين النص والخطاب، لماذا لا نوحد، كل هذا يمكن أن يقال بكلمة واحدة، أننا أمام مفاهيم كثيرة لهذين المصطلحين، والورقة لم تذهب، وأنا دائما هكذا في هذه الورقة وفي غيرها أنا لا ألزم نفسي إلا بتوظيف مبرر معرفيا ويمكن أن يثمر عن اشتغال ما. شكرا للجميع، وأعتذر عن الإطالة مرة أخرى، وشكرا بشكل خاص لك يا دكتور أحمد، وشكر من الأعماق أيضا لمضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور عبد الناصر. شكرا لإتاحة الفرصة لهذه الليلة الجميلة بكم، شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور محمد، في حقيقة الأمر أنا محظوظ بهذه الإدارة لهذه المحاضرة الماتعة والبارعة بالمعرفة الناقدة،
وهني الدكتور عبد الناصر هلال على هذا الاختيار الموفق الذي يجعل من هذا الصالون بقعة ضوء في تاريخنا الذي يبدو أنه مظلم يعني بالخيبات. فهذه هذا اللقاءات وهذا الحضار هذه المحاضرات تعطينا أمل، لأن الأمل يكون فقط بالعلم والثقافة والمعرفة التي يمكن أن تجعل حاضرنا حاضراً في المستقبل مشرقاً بإذن الله. مرة أخرى شكر الجزيل على للدكتور محمد والدكتور عبد الناصر، كلاهما أتاح لي هذه الفرصة للقاء بهذا الحضور، وأيضاً إلى الحضور الكريم كل واحد باسمه ومقامه. أتمنى أن تتكرر مثل هذه اللقاءات، وشكراً مرة أخرى، والكلمة للدكتور عبد الناصر هلال يختم اللقاء. شكراً سعادة الدكتور، شكر لك أنت في البدء والختام على هذه الإدارة العلمية الساطعة النافعة، والتي قدمت ورقة تحتمي بمعرفة عميقة، فتحت شهية الاختلاف، والاختلاف ضرورة للوجود، لأننا نختلف هذا يعني أننا موجودون، أما أن نتفق فهذه أيقونة الموتى. هكذا تلك الليلة كانت مفعمة بالمعرفة، كانت مفعمة بالنقد. أنا هذه الأمسية من أسعد الأمسيات التي أرى فيها هذه الوجوه التي تبدد الخيبات كما أسماها الدكتور أحمد يوسف، ولذلك سنبدد الخيبات بحضورها. وأشرف بأن أقدم الدعوة إلى الدكتور خليفة والدكتور عبد الملك والدكتور منصف وكل الأصدقاء، وهناك أسماء كثيرة، أود أن يسمحوا لي بقبول هذه الدعوة ليكونوا ضيوفاً في الأسابيع القادمة، وسأقوم بالتنسيق معهم عبر الاتصال بالواتس. وأنا الآن أتمنى أن أكتب الواتس ليرسل لي الأساتذة الأفاضل أرقام الهواتف حتى يتم التنسيق معهم، الدكتور عبد الملك والدكتور خليفة والدكتور منصف الدكتورة نعيمة. وأود أيضا أن نسعد في ليلة من الليالي بالدكتور محمد حامد وهو المتخصص في علم النفس، لنربط بين العلم وبين الدراسات الإنسانية. والهاتف الآن أتمنى أن يعني أن يكتبه بعض الأصدقاء، لأنني إذا انفض اللقاء سيكون الاحتمال التواصل فيه شيء من الصعوبة. الدكتور أحمد يوسف سيكون ضيفنا في اللقاء القريب بإذن الله الأسبوع بعد القادم، ولنسعد وتكتمل دائرة الغبطة بوجوده، وكذلك الدكتور خليفة والدكتور عبد الملك وكل الأحباء الذين تجشموا عناء البقاء معنا لتكون هذه الليلة بهذا البهاء. شكراً لكم. وقبل أن أختم اللقاء أود أن أقول رقم الهاتف، طبعاً المفتاح السعودية، ثم 05-44-20-1962 مضافاً إليه طبعاً المفتاح السعودية. وأيضاً باسمكم اسمحوا لي أن أوجه الشكر الخاص لأستاذنا وحبيبنا وشيخنا الدكتور سعد مصلوح، لي أيضاً لتشريفه دائماً. وأعتذر للأصدقاء الذين لم يستطيعوا الدخول إلى هذه الليلة الحاشدة من أجل ضيفنا الكريم العالم الكبير الدكتور محمد ربيع الغامدي،
ونعدهم إن شاء الله أننا سنفتح مجال العدد. والشكر لكم يا أصحاب الوجوه الطيبة والجميلة والبهية، طابت ليلتكم، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله. ولا تنسوا فضل المشاركة وقبول دعوتي لنسعد بكم ونسعد معا وننتصر على العزلة التي يفرضها علينا المرض والقبح المحاصر لنا في كل يوم. شكرا أيها الأحبة. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. شكرا دكتور أحمد. شكرا لكم. شكرا دكتور عبد الناصر. شكرا دكتور محمد ربيع. شكرا للدكتور أحمد. شكرا لكم جميعا. شكرا.